مشاهدينا ومشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم ولقائنا المتجدد مع ما وراء الاحداث. والنهارده الجمعه 27 مايو 2016، مصر اتعرت. الحقيقه بنشكر المره دي يعني بجد يعني باشيد بكل المصريين اللي شاركوا في هذا الهاشتاج واللي وقفوا مع هذه السيده اللي لاول مره في تاريخ مصر يحدث تعريه لسيده بسبب اشاعه عن علاقه وعلاقة ما بين ابنها ابن هذه السيدة ومواطنة أو سيدة مسلمة، اللي كشفت بكل صدق وبكل حقيقة علاقتها، إن هي علاقتها مع هذا الزوج علاقة يعني من أول ما اتجوزوا في خلافات، وإن هي كانت في بيت أسرتها غضبانة منه وإن هي طالبة الطلاق، وإنه إشمعنى اختار أشرف علشان يتهمها بالعلاقة معاه، انه الزوج المسلم يعني اشمعنى اختار اشرف عشان كان برضو في شراكة عمل، فقال لك بقى بالمرة يبقى اصيب زوجته يصيب زوجته وسمعة زوجته وكمان ينتقم من اشرف. في الحقيقة طبعا يعني مش عارفة اقول ايه، انه يعني للأسف في حاجة كده حصلت مخلية الواحد متضايق شوية برغم من كل يعني الدنيا. وطبعا هقول لحضراتكم الرئيس وبيان الرئيس وانه طلب ايه والقدس البابا توادرس وبيانه وكلامه مع السيدة، كل ده كويس جدا جدا، لكن اللي عرفته الحقيقة اولا وقفت عند الفيديو للسيدة سعاد ثابت وهي بتقول كده وبتتكلم كلام تحس انه انا مش عايزة حاجة من حد، محدش، مش هعمل حوارات، انا مسامحاهم. طيب انا مسامحاهم دي كويسة، ده شق كويس والمسيح بيقول كده وكل ده، ولكن على الجانب الاخر كان هناك بعض المشاهد اللي بتقول انه كانوا في مكتب المحافظ محافظ المنيا، وانه هناك مع شيخ الجامع وفي احضان وفي حاجات من هذا القبيل، وشكل الحكاية كده هل داخلة على التصالح؟ يعني انا عارفه طبعا موقف في نيافه الانبا مكاريوس وانه طالب انه كان بيقول انه هو رافض جلسات الصلح بس مش رافضها بشكل مطلق، يعني هو بس مش عايز القصه تنتهي بموضوع صلح عرفي ومفيش جناية ياخدوا عقابهم، هو بيؤكد انه هو عايز الجناية يتعاقبوا. لسه حالا خبر كمان جاي ان هو رفض وفد مقابله وفد البرلمان لغايه لحين القبض على الجناية. انا اللي فاهمه ان هم كانوا قبضوا على 5 بجانب معرفش كام تاني في نفس الصفحه الخاصه بوزاره الداخليه، كانوا بيقولوا ان في قبض على عدد من الاشخاص يعني، وبرده كانت قالت قبض على الزوج اللي هو كان مثير الموضوع من الاول. واضح ان لسه في جناه، هم قالوا ان في 3 من السيده سعاد عرفتهم اللي هم يعني عروها يعني تجردوها من ملابسها مقبوض عليهم، الله اعلم مدى صدق الدنيا ايه، بس الاتجاه هنا في فرق ما بين انه يكون في الاحضان دي ويكون في التعبيرات بهذا الشكل ويكون في اتجاه الكلام بهذا الشكل من السيده سعاد، وفي فرق بين انه في موقف حاسم انا بيني وبين ربنا مسامحاهم، انا انسانه عندي قيم عندي مبادئ مسيحيه، ده كويس جدا، لكن دي جريمه ما ينفعش فيها صلح. خطوره الصلح ايه بقى؟ حتى لو هو بهذا الشكل اللي يعني لو مش عارفه زمايلي معاهم، هو كانت اليوم السابع نزلت لقطات لوجودهم في مكتب المحافظ والقصص دي، حتى لو هو الفكره بقى ان لما بيكون الاحكام القضاء بتختلف كثيرا عن ما إذا كان هناك نوع من أنواع الصلح والتسامح بتبقى أحكام خفيفة، أو إذا كان هناك إصرار على إنه يتم قضاء يتم اتخاذ الإجراءات الصارمة، لأنك أنت النهارده يعني وده اللي عرفته من ناس متخصصين في القانون، النهارده لو أنت رايح وهتقول إنه اللي حرقوا البيوت دول حرقوها على أساس ترهيب، دي ممكن يبقى فيها مؤبد، لكن لو أنت بتتكلم إن هم حرقوا بيوت وتصالحوا والناس متصالحين ومتسامحين ممكن 6 شهور ممكن سنة ممكن حتى لو الحكم 3 سنين بس مع إيقاف التنفيذ، شايفين الفرق كبير ازاي؟ فأرجوكم أرجوكم بلاش الأمور دي من فضلكم، يعني نيافة الأنبا مكاريوس والأسر كلها لو سمحتوا، والدولة إذا كانت برضو بتحاول تهدئ الأوضاع، أوضاع إيه اللي تهدى؟ إحنا في جريمة على فكرة، إحنا في حدث لم يتكرر من قبل، ولكن إذا تم السكوت وإذا تم التعامل معاه مثله مثل أي أحداث سابقة فتأكدوا ان هيبقى فيه اكتر واكتر واكتر، يعني ملهاش حل، لان انت النهارده هتتعامل مع ازاي مع مثل هذه القضيه اللي هي وصلت للعالم كله، اللي اتكتب عننا في كل حته ان في مسلمين متطرفين في قريه في صعيد مصر في المنيا جردوا سيده مسنه من ملابسها. انت في ازمه، والازمه دي ما ينفعش تتعامل بالشكل الطبيعي اللي انت بتتعامل بيه كل مره،
ما ينفعش اذا اتعاملت بيه بهذا الشكل بتاع كل مرة، تأكد ان القادم أسوأ. يعني ملهاش حل، ملهاش حل الحقيقة. طبعا انا يعني بقدر طبعا كل المجهودات، كل ردود الافعال القوية من على رأسهم الحقيقة الإعلامي محمد السوي الصحفي، أيضا في قناة النهار كان قوي جدا، يعني مذيعين ومذيعات ومثقفين والكل الحقيقة وقف معانا في هذه الأزمة وهذه القضية، وحسوا بالفعل بقد إيه يعني قسوة هذا العمل، وبقد إيه فعلا الأزمة اللي مصر عاشتها اليومين دول بعد تجريد هذه السيدة من ملابسها. يعني ده في حد ذاته زي ما بقول لحضراتكم يعني بيعتبر يعني حاجة صعبة جدا. فبتمنى إنه يكون في يعني أمور أفضل بكتير من الأمور السابقة علشان خاطر، أو تعاملات يعني أفضل. لو حبينا نتحدث مثلا، طبعا محافظ المنيا لغايه دلوقتي مش حاسه ان هو واخد الموضوع بالشكل، لان هو مش قادر يغير اقواله اللي تسرع وقالها طبعا، يعني واللي قال لك دي حاجه بسيطه وهم كرتين من الشعلتين من النار، والكلام ده طبعا قاله مع احمد موسى، واحمد موسى حتى طريقه كلامه مع نيابه الانبا مكارس كانت غريبه جدا، لدرجه ناس قالوا له ما كانش المفروض يا سيدنا تروح تتكلم مع هذا الرجل واحنا عارفين اتجاهاته. والمهم في الاخر قال لك هم شعلتين نار، وانه السيدات القريه يعني اللي بيوتهم اتحرقت نزلوا الشارع بقمصان النوم. عجبني قوي الحقيقه على صفحه عظمه زرقاء وهو بيقول له، يعني دكتور ياسر الحقيقه عجبني في الحته دي قوي، وهو بيقول له يعني سياده المحافظ واضح ان حضرتك ما تعرفش الستات الصعيد، ما تعرفهمش الست الصعيديه وخصوصا المسنه منهم اللي بتقوم بيه بتقعد بيه، ده هي متلحف متلح يعني ملحفه نفسها، او يعني واخده الوشاح الاسود على راسها على طول طول الوقت. انت فاهم ايه قمصان نوم؟ ايه اللي انت بتحكي عنها؟ واحنا فين؟ انت فاكرهم في هولندا ولا فاكرهم فين؟ ولا فاكرهم فين هي بلد؟ يعني ان هم كانوا بقمصان النوم ولما الحريقه راحوا نزلوا بقمصان النوم. قمصان نوم ايه اللي بتحكي عنها؟ ستاتنا في الصعيد، هو انت محافظ للمنيا وما انتش عارف ستاتنا في الصعيد شكلهم ايه وبيعيشوا ازاي واللي بيقوموا بيه بيناموا بيه ولبسهم ايه وطريقتهم ايه في العيشه عشان تقول لي قمصان نوم؟ يعني حاجه بصراحه يعني ليها العجب. المهم انه دلوقتي برضو ناس بتشير لنقطة اكدت عليها كمان زوجة الشخص المسلم اللي هو اتهم مراته بانها على علاقة باشرف. الموضوع هنا هي نفسها قالت ان هي كمان راحت وبلغت، عملت بلاغ ضد جوزها لما عرفت ان في تهديدات. يعني عندنا يوم الخميس اللي هو قبل الجمعة اللي فاتت، انا بتكلم على يوم الخميس مش امبارح اللي قبله، هذه السيدة نجوى راحت وعملت بلاغ ضد جوزها وقالت ان جوزها بيهدد المسيحيين وان ده وان هو بيتهمني في شرفي. السيدة سعاد وزوجها راحوا هما الاثنين وقدموا بلاغ ايضا على انه احنا جايلنا تهديدات. مش بس يوم الخميس دي، قدمت البلاغ كمان راحت يوم الجمعة. فاذا هنا عندنا مشكلة وعندنا ازمة، المحضر والبلاغ لم يؤخذ بعين الاعتبار. في هنا نوع من انواع التواطؤ الامني اللي ساب الدنيا تشتعل، ولا ايه رايكم؟ اعتقد ان ده لازم نركز عليه ايضا والمحامين يركزوا عليه، لان دي ازمه كبيره جدا. كان ممكن ان انت تلحق ده قبل ما يحصل، لكن انت سبت الدنيا، سبت الدنيا ولعت، سبتهم عروا السيده، سبت كل ده حصل وفي الاخر انكرت. يا ريتك قلت، ولا يا ريت حتى المحافظ قال، ولا يعني لا ده انكار. والناس ويطلع ايه يا جماعه، حاجه بسيطه حاجه عاديه، في مالكم انتوا مكبرين الموضوع ليه؟ طب كبروا المواضيع ليه؟ والمحافظ بقى في تصريحاته لسه شفاه في البي بي سي يقول لك احنا المنيا دي البلد الدول المحافظه الوحيده اللي ما فيش بعد كده في علاقه المسيحيين والمسلمين. بس بالعكس، تاني انا عايز اقوله بالعكس، فيش قد كده في علاقتهم ايه؟ هو انت ناسي كل اللي بيحصل ولا ايه؟ يا نهار ابيض، ده الحوادث اللي حصلت دي كلها حضرتك ناسيها؟ المنيا لما تقول كلام يعني تحس، عارف وهو بيقول الكلام ده تحسه اللي هو ايه، يعني اللي عايز يبين العكس الحقيقة بشكل فج جدا. المنيا الدولة الوحيدة اللي هي فيها العلاقة ما بين المسيحيين والمسلمين أعظم علاقة في كل محافظات مصر يا راجل. لا لا بجد فعلا، انا ده ايه ده اللي حصل؟ كل اللي فات في المنيا ده ولا الهوا، ولا احنا يعني احنا باين بنحلم ولا ايه ومش واخدين بالنا؟ والعلاقة رائعة، يعني كل ده بيحصل. درجة وحرق الكنائس في المنيا، كانت اكتر كنائس في لما كان المواضيع بتاعت اغسطس، وعندنا كمان
الحالات اللي هي كل شوية بتشوف طبعا دير أبو فينا، وكل شوية بتشوف طبعا حضراتكم أمين الشرطة اللي راح وضرب في القطر برضو ضرب عشوائي وقال لك إن هو مش عارف مختل. عندك الأحداث اللي بتحصل كل يوم والتاني بالنسبة للتجمهر حوالين كنيسة عشان مش عايزين الكنيسة، الهتافات اللي بتبقى في الشوارع، في ايه هو كل ده؟ ده مش في المنيا ولا فين يعني بالظبط؟ يعني واضح ان حضرتك تقريبا بتحكم حتة تانية مش المنيا. لو حبينا في الاول كده ناخد بعض الصحف بتقول ايه، مثلا فعندك صحيفة الوفد تمزيق ملابس سيدة مسيحية وإحراق 7 منازل لمسلمين وأقباط، 10 استجوابات لوزير الداخلية حول أحداث المنيا. مش عارفة هل يعني البرلمان هو اللي هيستجوبهم وهيستجوبوا ولا إيه بالظبط؟ وزير الداخلية قال إنه هو لازم يكون في تحقيقات وإنه أي حد مقصر حتى لو من الأمن هياخد جزائه. النيابة تجدد حبس 5 متهمين في الاشتباكات الطائفية. البابا توادروس: المستولون أبلغوني إن بأن سعاد أم مصرية وصيانة شرفها واجب. ده يعني بيشيد بدور الحكومة، والبدوي بيحذر من خطر الفتنة. لو حبينا زي ما قلت لحضراتكم كلام السيدة نجوى رجب، الحقيقة يعني بحييها وهي معانا دلوقتي. أستاذة نجوى أهلا بيكي معانا. اهلا بك يا مدام. اهلا بحضرتك. الحقيقه بحييك يا استاذه نجوى ان حضرتك أهلا. اظهرتي الحقيقه بكل جراه وبتطالبي كمان بحقك، عن انه يعني زوجك يعني يعتبر شوه سمعتك واشاع اشاعات طبعا اثارت كل ده. طبعا اتفضلي قولي لنا ايه اللي حصل. طبعا يعني والله اللي حصل حصلت يعني مشاكل عائليه عادي خالص، ف يعني طلبت ان انا انفصل عنه. جه ابوه راح قال لي ما حصل، قلت له ما انت عارف طبعا ان انتوا يعني كان شتيمه باهله وجل قديمه وكان ضرب وسخاله، فيعني ما قدرتش بصراحه استحمل. انا دي لي 13 سنه يعني متجوزه، يعتبر هي سنه اللي عشتها كويس، وال 12 سنه الله والله العظيم والله العظيم ضرب وشتيمه وبهدله منه ومن ابوه ومن اخواته الخمسه، والكلام دوت بيظبط. يعني لما بيحصل مشاكل بيطلعوني بشعري في الشارع، يعني يعني بقى اطلع بره اجيب اي حاجه ابغى يعني اتخبى فيها لما من البهدله اللي بيبقى مبهدلها لي. يا رب. طب انت فجيب يقول لي ايه اللي حصل؟ ما انا هحكي لك، ما انا زيك اتفضل طبعا اتفضل. هقول لك الحقيقه بالتفصيل. فقال لي، قلت له احنا لحد كده الحمد لله كل واحد يروح لحاله وابنك يخلصني ويدينا حقه، انا مش عايزه حاجه منكم، كل واحد يا عم يروح لحاله، انا واحده مش من نظامك فشوف لي واحده تكون مناسبه لكم من نظامكم، لان انت وجعت ولا الزمن رماكي. يجي ايه طلع لبره بعدها ب3 4 ايام او 5، جيته بعت له واحد عايزه تتطلق تتنازل عن حقوقها، وان كان على العيال تروح وتيجي مفيش مشاكل. انت طبعا رفضت، ليكي قد قلت لا ايه انا في عايزه بيت حاجه. اهلك يا نجو؟ يعني انت سبتي له البيت من قد ايه انا تقريبا؟ اديني بتاع اديني ممكن يكون 15 يوم حاجه زي كده. وانت في بيت اهلك وهو عارف وبعت لك الموضوع ده بانك لو عايزه لما طلبتي الطلاق لو عايزه تتطلقي ايوه تتنازلي عن كل حقوقك قبل ما يصدر هذه بعت لي الشائعه. واحد ايوه بعت لي واحد من عندهم، انا رفضت طبعا، قلت لا انا حقي انا عايزاه قانونا بالزوج بالعكس انا هاخد حقي. تمام. فرجع تاني وجي تاني يوم نفس القصه، خلاص احنا خلص عايزين نخلص الموضوع، بس تتنازل عن الدايمه بتاعتها وعن حبوبها وتمضي ان ملهاش عيال. طبعا رفضت وما قلتش كده. أفاجئ بعديها بكم يوم ألاقي مطلعين إشاعة إن أنا الإشاعة دي ماشية طلعت معاه من أصلا يوم ولي علاقة من بيه. قبل يوم الخميس مش كده؟ لأن اللي أنا فهمته إن أنت يوم الخميس رحتي بلغتي عملتي بلاغ ضده. لا أنا رحت الجمعة لما كنا قاعدين، طبعا الكلام بيدور لكن بيجي عند صاحبه وبيقطع، محدش بيقدر يوشك في وشك إن في حاجة أو في كلام وكده. ففوجئنا بالليل كده قاعدين جوا ولقينا أمي جاية مدلي يا نجوى يا نجوى، قلت لها ايوه، قالت تلحق ده ولا بيت في بيت المسيحيين. طب ليه مش ليه؟ راح قالت طب يعني احنا لازم نروح نبلغ الوقت. انا اللي اخرني بسبب البلاغ ده كله الجسيمه بتاعتي كانت مع عند خالف مصر، فعلى بال يعني في واحد بيمشي من هنا الخميس بيرجع الجمعه العصر. فاخدناها ورحت اقدم محضر، لقيت الدنيا طبعا جايمه وقاعده
وفي واحد من بتوع الشرطة انت قال انت جاي تاني، قلت له انا عايز اقدم شكوى. نزل سابني قال لي انت منين، قلت له من الخرم، قال لي انت اللي خربتيها وجايه، قلت انا خربت ايه؟ ده قال مين اللي لي قالك الكلام ده يا نجوى؟ مين ما انتوا عايزين مين اللي قالك الكلام ده؟ في قسم الشرطة، اسم شرطة في قسم فين؟ أبو الشرطة. قرقاص ولا القرية نفسها القرن؟ لا القرية ما فيهاش أكسيان، ده في الغربات في الفكرية، اسم شرطة أبو قرقاص يعني واحد الفكرية من اللي ولا هم اللي في في القسم؟ الشرطة. أي نعم الاسم الشرطة اللي في اللي في الفكرية، اللي في الفكرية. تمام. في الفكرية. فقال لي انت جاي بعد ما خرجتها، قلت انا ايه اللي عملته، وانا واحدة جوزي سابني طالبة خراب فسابني، يا ايه اللي خرجت انا ولا عملت ايه؟ انا قدامكم هم مطلعين اشاعات كذا وكذا ان انا ماشية مع دوت، ويعني ماشية في علاقة غير شرعية مع اشرف وكده، قلت انا تحت امرك وانا اللحم وانتوا السكين، عايزين تعملوا تحاليل ماشي معاكم، عايزين منين ما تودوني انا قدامكم، وان طلع فيا غلطه او فيا اي حاجه رجعت تحت الديزاين بتاعتكم، ادي اللي لسه عندي، لكن غير كده انا مش هتنازل عن حقي، حتى لو رحت فين او وصلت لفين، حقي عايز اخده بالقانون، لان هندب ولا هنعمل اي مشاكل، عشان انا بتاع مشاكل اصلا احنا. طب ايه رأيك في اللي عملوه في فرحت الست سعاد والدة أشرف؟ طبعا، دي امنا كلنا مش ام مشرف بس، يعني غلط وحرام، يعني ربنا ما اوحش بكده، يعني الست اتبهدلت وانا في نفس الوقت اتبهدلت، يعني نزلونا على النت، يعني بقيت شهرة للعالم كله. طب ليه وعشان ايه؟ يعني وانا طب ما انتي عملتش اي حاجة مطالبك ايه غلط، ماشية دلوقتي مع قد ما يا يرضي نجوى؟ الله. بتطالبي بايه؟ نعم بتطالبي بايه والمحضر اللي بطلب عملتيه؟ بحقوقي، يعني عايزة رد اعتبار، يعني زي ما فضحوني قدام العالم براءتي برضه تظهر قدام العالم، طب لو قالولك ادي يعني اللي انا الصلح طالباه، خير مش عايزه وتصالحي اكتر. واهدي وانتي ده ابدا كل ده ابدا اتعمل ابدا، عشان دوت خاطرك كلام، دوت كلام يا مدام ما ينفعش في الصلح ده خلاص، يعني اللي يسب مرته في ايه تاني؟ في ايه بعد الشرف وبعد الكرامه؟ مفيش اي حاجه، في ايه بعد يعني الواحد الشر؟ حس انه خسر كرامته وخسر شرفه خلاص، يبقى ده موته احسن. ربنا يديك الصحة وانا بحيي شجاعتك وما تقلقيش، احنا يعني مش محدش بيبصلك بأي نظرة غير ان انت سيدة مظلومة زي سيدات مصريات كتير، وانه للأسف هذا الزوج يعني لم يقدر العشرة، لم يحترم حتى ولم يفكر في الأولاد، يعني مفكرش حتى في الولاد، خالص ابدا وانه ابدا، لما يطلع هذا الكلام يعني عنك يكون يعني ايه شكل ولاده لما يكبروا بعد كده ويروحوا المدارس ويتقال لهم ايه، يعني بصراحة للأسف يعني. طيب قولي لي ان فاهلي ان هو ابوه وامه، يعني مخلين بنتي مزوينه، مخلينا ما تقول كلام، والله العظيم والله العظيم في عمره ما حصل ولا هيحصل طول عمري، يعني بنتك الواحد بتقول ما ايه؟ كانش ما يخاف من ربنا مش ما يخاف من لا ما هي ايه. عندها كام سنة وبتقول ايه بنتك؟ بنتي عندها 11 سنة، وبتقول ايه طيب؟ من خوف معاهم في الإشاعة اللي هي طالعة ديت، يعني مطلعينها معاهم في بنتك الإشاعة عايشة بقى. معاكي ولا عايشة معاهم دلوقتي؟ لا هي دلوقتي معاهم، ما جاتش معايا، واخدينها مش واخدين الدهالي. بنتك الكبيرة، يا كنتي معاكي الولد؟ معايا، لا انا معايا 3، نورة وعمر ونورهان، معايا انا عمر ونورهان، وهي الكبيرة معاهم. والكبيرة للأسف ماشية معاهم، يعني حتى والد وحماتك وحماكي يعني بيلقنوا البنت الكلام ده، يعني انه بالفعل انت في علاقة مش مظبوطة. يا ربي دي مأساة، يعني مأساة نفسية ان والله البنت العظيم انا اولادي الثلاثة بسبب اللي هم يشوفوه من الضرب والبهدلة والاهانة اللي انا ما اخدها وما اشوفها، قسما بالله العظيم ولادي الثلاثة، يعني من نورة الكبيرة لغاية نورهان بيعملوا حمام على نفسهم بالليل وهم نايمين. نورة ديت الكبيرة والله والله العظيم يوميا تعمل حمام على نفسها، يعني عملوا لها عقدة نفسية طبعا ما فيش بنت كمان 11 سنة اللي يقعدوا بيشوف يقولوا اللي الكلام ده بيشوفوا على والديهم. أمها يعني، واللي بيحصل ده كله يعني. طيب انت ليه لا أشرف انا من اتهمك ساعة في ما أشرف اتجوز بالذات ليه نجوى؟ يعني هو عايز ينتقم ليه، من كان أشرف فيه، ولا لا ده كان فيه علاقة بينهم، يعني كان أكتر من الأخوات،
يا سبحان كان الله. في يعني كان في بتاع بطايق بيجيب له أكتر من 50 بطاقة توميم من الأخوة المسيحيين، وكان في بينهم شراكة. فجأة يعني حصلت تاتش بينهم بسيط، راح دي تاني يوم عايز يفض يعني ده كله. ايه السبب يعني؟ الناس انا مثلا ماشيه مع واحده رايحه جايه رايحه جايه من اي هو مشوار، أشرف انا متجوز عايزه يا حاجه منها نجوى مش بتصل كده؟ عليها بالتليفون. أشرف متجوز ومراته متجوز معاه؟ ومعاه ومع اربع بنات. يعني وعلاقته بمراته كويسة وكله تمام؟ والله العظيم والله العظيم في قمة الجمال، ويعني أنا يعني اعتبر ماليش أي حاجة فيها. هيبص لي أنا على إيه؟ يعني واحد يبقى معاه، لا يعني ربنا ربنا يضم يديكي حبتهم جمال مع جمال بعض. الروح، يعني هيبص وانتي لي أنا على إيه؟ جميله يا نجوى، وانتي جميله، وربنا يعني معاكي يا على ربي يخليكي اللي يا انتي حبيبتي، يا تعرضتي ربي له ده كله، يخليكي. صدقيني. وفعلا يعني ربنا يتولاكي يتولى الولاد بعد هذه الازمه، يعني زي ما انتي بتقولي للاسف الشديد ربنا كبير، ربنا كبير يتعب ان شاء شويه. الله. انا عشمانه في ربنا ان براءتي تظهر، ده عندي بالدنيا دي، بالدنيا دي كلها مش عايزه اي حاجه من الدنيا غير ان براءتي تظهر واقدر ارفع راسي في وسط الناس. طب تقولي لهم ايه لو والله هم العظيم فكروا برضه بقدر اطلع الاسر بره. المسيحيه واسره الست سعاد لو فكروا في الصلح؟ ايه رايك؟ يعني انت مع انهم يصطلحوا ولانه يعني تسامح وصلح برضه، ولا ايه رايك في موقفهم؟ يعني المفروض يعملوا ايه؟ انا يعني بس يعني انا احب اقول لك يعني انا اقدر اتكلم عنه نفسي بامانه. يعني انا ممكن ما اقدرش احكم على حد، يعني هم ده براحتهم، عايزين يتصالحوا دي حاجه ترجع لهم، عايزين نفضل زي ما هم برضه حاجه. لكن انا في عمري ما اتصالح ولا اتنازل عن حد مهما كان، لو حتى لو على ربك السكينه مش هتنازل عن حد ولا عن كرامتي ابدا ابدا، لحتى اخر يوم في عمري مش هتنازل عن كرامتي ولا حدي. امين، ربنا معاكي يا نجوى، وان شاء الله يعني حقك يرجع لك، وان شاء الله برضو تشوفي ولادك زي الفل بعد الازمه اللي تعرضوا لها دي كلها. إن بشكرك شاء السيده الله نجوى إن شاء رجب، الله. بشكرك شكرا يعني جزيلا، وربنا يكون في عونك وعون ولادك وعون كل اسرتك وعون كل الاسر المسيحيه طبعا اللي تضرروا. وهي نجوى يعني مش حابه ان هي تقول كلام عنهم، ولكن يعني اعتقد رسالتها هي بالنسبه لحقها هي في الاهانه والشبهه والاشاعه سامعينه بقوه ازاي. فما اعرفش بقى بالنسبه للجانب المسيحي رايهم ايه، يعني بالجانب بالنسبه للست سعاد وبالنسبه لكل دول، يعني اعتقد انه مش عارفه اقول ليه يعني بصراحه. ف غير انه ربنا موجود يديهم الحكمه، لانه الامور لو فيها عدم حكمه اعتقد ان دي هتبقى كارثه يعني. طبعا برضو اليوم السابع بتتحدث عن ضبط 5 متهمين جدد في احداث المنيا الداخليه، نلاحق 12 اخرين، وفود من الازهر والكنيسه والبرلمان تزور القريه. اسقف المنيا للرئيس السيسي: شكرا لتدخلكم وتاكيدكم على كرامه المواطن، والمنيا تحتاج لمتابعتكم. يعني ده بالنسبه للحديث اللي وجهه نيافه الانبا ماكاريوس للرئيس. ايضا من جريدة المصري اليوم عرضوا صورة اللقاء اللي جمع ما بين قدس أبونا وكاهن القرية اللي بيروحوا يصلوا فيها ونيافة الأنبا مكاريوس والسيدة سعاد جريمة المنيا. الرئيس يوجه بمحاسبة الجناة وإصلاح المنازل في خلال شهر. الحقيقة ده أيضا من الأمور الهامة جدا. لو تحدثنا أيضا عن صحيفة عن جريد الصفحة الأولى من جريدة الأهرام: مصر تنتفض ضد الفتنة، الرئيس السيسي يوجه بمحاسبة المتسببين في أحداث المنيا وإصلاح المنشآت المتضررة على نفقات الدولة. طبعا دي أول مرة، احنا برضو الإيجابي خلينا نقول إنه إيجابي بالتأكيد طبعا، ولكن زي ما بقول أتمنى إنه يكون في رد فعل مختلف من قبل الأسر اللي تضررت بيوتهم ومن قبل السيدة سعاد وزوجها. يعني أرجوكم لازم يكون في يعني إصرار على المحاسبة الجنائية الواجبة والمناسبة في مثل هذا الوضع. حرق، إهانة، تجريد سيدة من ملابسها. إحنا بنتكلم في موضوع زي ما بنقول مصر اتعرض، مصر لو حصل صلح يبقى مصر هي اللي اتنازلت عن انها عن كرامتها بصراحة، يعني ملهاش حل. فأرجوكم يعني مش عايزين الاتجاهات توصل لاتجاهات يعني غريبة. طبعا زي ما قلنا جريدة الأخبار تطرقت لغضب رسمي وشعبي عارم على حادث عجوز المنيا: حقك على رأسنا.
الرئيس السيسي بيقول هذه ليست طبائعنا، محاسبة عاجلة للمتسببين، صون كرامة المرأة المصرية، التزام إنساني وطني علينا جميعا، وحق ومعاقبة المجرمين في هذه الإهانة هو حق برضو لكل المسلمين المصريين عفوا، وكل مصر وكل الناس على مستوى يعني زي ما بنقول كده اللي هو الحق الوطني برضو والالتزام الإنساني ان هم يتعاقبوا على هذه الجريمة الشنعاء اللي قاموا بيها. يعني ده الحقيقة، ما اعتقدش ان في اي حاجة ممكن تتقال اكتر من كده. طبعا اول الاخبار اللي كانت تطرقت عن السيده السعاد قبل ما تنشر صورتها في تصريحات صحفيه بتقول عروني زي ما ولدتني امي وثلاث رجاله ضربوني ضرب موت. ده بالنسبه للحديث اللي كان حديث صحفي مكتوب مع الاستاذ نادر اقباط متحدون، ولكن كان ليها مداخله الحقيقه مع برنامج على قناه دريم، ويعني اتمنى ان احنا نجيب بس الجزء من اول ما هي بتحكي السيده سعاد بقى نفسها بتحكي وبتقول ايه على هذه على ما فعلوه معها هؤلاء الغوغاء. انا سامع حضرتك. دخل علينا البيت يوم الجمعه بين المغرب والعشاء، مشى كل راجل دور فيه الدار، قعدت انا زعق، راحوا مسكوني جروني في الشارع وبقوا يضربوا فيا وقلعوني الهدوم بتاعتي، خلوني زيهم ما ولدتني، عروني خالص ولا قدرت ولا حد قدر يدرب عليا ولا يجي عندي من بتاع البند اللي كانوا ماسكينه والمستشفيات اللي كانوا ماسكينها. منهم لله، معلش وزعفونا من الزلط، طلعنا تأكدي إن ربنا هيعريهم في الدنيا وفي الآخرة. تأكدي حضرتك إن ربنا مش هيسيب حقك، هيعريهم في الدنيا وفي الآخرة. بس لو ضربوني وموصوني من الضرب بس ما كانش عروني ده خالص. حقك على راسنا يا حاجة سعاد. ما كانش عروني ووروني للناس كلها، اتفرجت عليا. اتفرجت عليا الناس كلها. طيب حضرتك التقيتي يا حاجه سعاد بالانبا ماكاريوس، ايه اللي تم في اللقاء بينكم؟ والله الراجل عزانا وباركنا وقال لنا ما تخافوش ربنا هيقف معاكم وهيديكوا ربنا حقكم ومش هيسيب لكم حقكم ابدا. صحيح. وكتر خيره ويشكر لمن وحضنه وحضنه وخد ماسوره معاه وربنا يديه الصحة والعمر ويخش عنده الوحش كله يا رب. وشيخ الأزهر زعلان قوي يا ست سعاد على اللي حصل، والأزهر الشريف عمل بيان زعلان جدا ومتألم من اللي حصل لك. من هو يا ستي؟ شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. نعمل إيه؟ أنا قدمت بلاغ في الشرطة. رحت وديت بلاغ يوم الخميس قبل اللي هيحصل. قلت لهم ده هيقوموا يولعوا في البلد. واسمه الناس اللي هيولعوا في بيوتها ويولعوا في يعني قبل الواقع حضرتك عملتي بلاغ؟ ايوه رحت، الوجعه كانت يوم الجمعه. ايوه انا رحت يوم الخميس الصبح المركز ودخلت للمامور قلت له دول هيقوموا يولعوا في بيوت المسيحيين في الكرم وانا جاي اديكم خبر عشان تحموا الناس. راح قال لي روح اكتبي البلاغ تحت وهتهلي. رحت كتبت البلاغ، كتبوه لي واحد امين شرطه. رحت خدت البلاغ ووديته له وجبت منه في المحضر معايا. ومحدش من الامن بعد ما عملتي البلاغ يا حاجه يا ست سعاد، بعد ما عملتي البلاغ محدش من الامن جاء امن البيت امن القريه اي حاجه؟ لا والله يا ستي، والله والله تاني ما حد ابدا فكر فينا وسكتنا على فين وصبحنا تاني يوم. انا كنت بايته عند ابني وروحت لقينا البيت منظفينه من كل حاجه. يعني البلاغ ولا كانك قدمتيه ولا كانك رحتي القسم ولا كانك عملتي محضر؟ ابدا، ولا قاموا حتى ولا حتى ودنا غفير. تعرف لما يكون ودنا غفير جبت انت الحنانه شويه
ولا فكروا فينا ابدا ولا قالوا لنا انتوا فين. فضل لحد يوم الجمعه روحنا البيت لقيناهم مش مخليين في البيت. وبعد كده هواتي رحنا المركز ثاني قالوا لنا انتوا جايين تعملوا فتنه، انتوا جايين تقاوموا الدنيا، روحوا راحوا وزعقونا من المركز. بعد ما تم الاعتداء عليكي قالوا لك انتوا جايين تعملوا فتنه؟ يعني انت صاحبه حق يقولوا لك انتوا جايين تعملوا فتنه؟ لا ده اسم الله عليك يوم الجمعه الصبح. اه قبل ما الواقعه تحصل. يوم الجمعه قبل الحادثه ما تحصل، الحادثه حصلت بين المغرب والعشاء. يعني رحت القسم مرتين تقولي لهم اقفوا معانا يوم الخميس ويوم الجمعه. يوم الخميس رحت لهم ويوم الجمعه رحت لهم. ولا حياة لمن تنادي، ما حدش عمل حاجه. ولا سالوا فيني خالص. فضلوا لحد دول ما جم دخل علينا البيت. مسكوا الراجل بجمله يضربوا فيه وانا زعقت عشان حد يغيثنا، ما حدش غاثنا. راحوا جم طبقين في حنكي وقال لي يا مرة يا منيوفة انت عم تزعق ليه الوقت، وجرونا جروني 10 متر. وكل ده ما فيش امن وما فيش اي حد. محدش ابدا حتى غاتنا لا خافوا من البندق اللي كان معاهم. طيب بعد الحادثه مدير الامن جالك اتكلم معاكي، محافظ المنيا الرئيس عامل توجيهاته امر المحافظ ومدير الامن ان هم يتصرفوا ويشوفوا ايه اللي حصل ويحاولوا يعالجوا المساله دي، حد تواصل مع حضرتك؟ ما حدش راح له ولا فكر فيا خالص لغايه دلوقتي. خدوا الراجل المركز وحط شقانه وكده، وانا كنت تعبانه من الخضه، فضلت قاعده لحد عشيه وانا تعبانه. جيت رحت شكيت لهم وقلت لهم على اللي حصل لي، ما كانوش مصدقين يعني كذبوني يعني. وكل النيابه راح خلاني حطيتك واللي حصل كله وقلته ودبسه في المحضر بس. والمحضر اللي انا قدمته يوم الخميس قبل الحكايه مكذبين فيه الوقت، ما يقولوش ما جاش ولا قدم الثلاثه. المشكله دي كانت بسبب ايه يا ست سعاد؟ بسبب كانوا مستدين مننا يا ستي، لما ربنا يعني مدينا حبه رزق وبتاع راحوا لفقوا لابني تهمه، وقد كويسين والله يعرفوا ربنا وهم يطلعوا العشور ويروحوا الكنيسه يصلوا عندهم هوله، واحنا عمالين قاعد من بين الحته اللي احنا قاعدين فيها والكنيسه دي عمالين يجي 20 جنيه لولا نروح. طيب خليكي معايا يا ست سعاد عشان نسمع رواية السيدة نجوى رجب فؤاد، وهي السيدة اللي قالوا ان اشرف. احنا طبعا سمعنا السيدة نجوى واتكلمنا يعني في كل يعني الامور معاها. خلينا برضو نشوف الفيديو التاني زمايلي اللي هو كانت فيه، يعني ده كلام السيدة سعاد، واضح ان دي كانت اول اتصال ليها وباستفاضة وكله تمام. عندنا مكالمتين مهمين جدا، عندنا مكالمة قداسة البابا مع السيدة سعاد، وعندنا كمان نفس كلام سعاد اللي بتوجهه دلوقتي النهاردة اللي انتشر النهاردة، فهتلاقوا في تغيير شوية في نبرة الكلام، تغيير في الكلام. ولكن خلينا نستمع لمكالمة قداسة البابا توادروس الثاني مع السيدة سعاد سيدة المنيا. أهلا بك يا ماما. أهلا بك يا سيادتي. إزيك؟ الحمد لله. قلبي معاكي والعذرة تغطيك وتحافظ عليكي. ربنا يخليك لينا يا سيادنا ويطول لنا في عمرك. ربنا يحميكي دايما كده من كل شر. يا رب يحميك انت من كل اي وحش يا رب، وربنا يحفظكم ويحفظ بلدكم كده في خير. ربنا يخليك لينا يا سياده البابا. ربنا يخليك لينا. ربنا يقويكي ويكون وياكي كده ويحميكي وما يخليش حاجه وحشه تحصل. ببركتكم انتوا كلكم. ربنا يحفظكم دايما. يا رب يخليك لينا يا رب. اي حاجه يا ست سعاد، انبا مكاريوس قايم بكل شيء. ربنا يخليه لينا ويخليكوا كلكم ويحافظ عليكم يا رب. ربنا يحميكي يا ماما، ربنا يحميكي. انا سعاد ثابت عبد الله من كاريه الكرم مركز ابو جرجاس مديريه المنيا. انا بشكر سياده
البابا وأشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود اللي عمله معانا، وأشكر الأنبا مكاريوس. وأنا مش عايزة حد يعمل معايا أي حوار، وأنا ما طلبتش من حد مساعدة، وطلبت من حد يقف جنبي. أنا مسامحاهم والله يسامحهم، ومش عايزة من حد مساعدة. هو كان في رجل اعمال اتبرع لها او تحدث عن انه عايز يقدم لها يعني شقه تعويض عن اللي حصل لها. طبعا بالتاكيد انه كثيرين عايزين يعملوا حوارات معاها، ولكن بس انا مش عارفه، حاسه كده ما اعرفش الاحساس ده وصل لي لوحدي ولا وصل لحضراتكم كمان، انه طبعا هو نفس الكرسي نفس المكان. هي بتقول انا تقريبا انا مش في المنيا بقيه الكلام يعني، فمش عارفه يعني هل ده بيدي كده اشارات، وخصوصا ان بتهيالي الكلام والصور اللي كانت اتنشرت برضو عن زوج السيده سعاد والد اشرف وهو مع المحافظ وفي احضان وفي حاجات كده، مش عارفه يعني انا مش مرتاحه عموما يعني. لو ممكن تشوفوا لنا الفيديو بتاع الزوج، وايضا كمان يعني نشوف بس الزوج كده شكل الدنيا كانت ايه معاه ونواصل. طيب طبعا يعني اعتقد انه زي ما بقول لكم انا عندي قلق. محافظ المنيا كمان ما اعتذرش عن يعني عن كونه تسرع وانكر ما الاحداث، ويعتبر كذب يعني. هو عارف كويس قوي المفروض اللي حاصل، ولكن للاسف كان عايز يوجه او كان عايز يبقى الراي العام كله ناحيه توجيه اخر، ولكنه فشل في ده. طيب خلينا عشان الموضوع ده ايضا والحقيقه اللي بيحدث في الاعلام والدنيا. طيب معانا الفيديو الزوج، تمام زي ما انتم شايفين هذه الجلسه، خلينا نشوفها مع بعض. عشق مصر ومحبة مصر جوانا كلنا. الشرطة تشوف شغلها، القضاء يعاقب كل واحد طبقا للقانون، واحنا دورنا احتواء اي ازمات. فاحنا بنشكر الحضور من السادة النواب لتشريفهم ومشاركتهم في حل مشاكل المجتمع وحمل لواء التنمية والرخاء لمصر. اعلق ولا بلاش؟ ما انا مش عارفه اقول ايه بصراحه، صدقوني ما عارفه اقول ايه. الجلسه دي ليه يعني؟ ليه دلوقتي؟ احنا لينا مطالب، فالجلسه دي مع المحافظ اللي هو قال لك دول كلهم كورتين نار راحوا على البيوت، فالستات خرجوا بإمصان النوم، وبتكبروا المواضيع ليه؟ موضوع بسيط. فالجلسه دي ملهاش غير معنى واحد، اعفاء المجرمين من جرائمهم. زي ما قلت لكم الحكم من غير الجلسة دي شكل وشيء، والحكم بالجلسة دي شيء تاني خالص. حلو يعني انا دلوقتي ايه، نيافة الانبا مكاريوس ليه تصريحات ان هو بيرفض الجلسات العرفية. يا جماعة طب دي ايه؟ طيب انا مش عارف، مش فاهماها يعني. والقبلات والشيخ وهو بيحضن الراجل والد اشرف، يعني ايه ده؟ مش عارف، عايز افهمه. وبعدين اتقال لك ايه بقى؟ اتقال لك كمان من قبل، طبعا في تصريحات غريبه من بعض الناس المحسوبين على الازهر برضو، واللي قال لك يعني المواضيع بسيطه ونفس السياسه، ولكن طبعا في تصريحات انه احنا بنشجب ونودين وانه كل الكلام ده، وراحوا بقى باعتين كمان هيبعتوا 20 واعظ من الازهر لاحتواء حادث السيده القبطيه اتمام الصلح. اتمام الصلح. طيب معانا ومع حضراتكم مشاهدينا الرائع الأستاذ رامي جلال، الكاتب الصحفي بجريدة الوطن المصرية، وابن الراحل الجميل جلال عامر، الأستاذ جلال عامر. أستاذ رامي برحب بحضرتك معانا. أهلا بيك يا فندم، مساء الخير. أهلا بيك، يعني الحقيقة يعني لأول مرة حضرتك معانا، ونتمنى إنها تكون في تواصل متعدد إن شاء الله ومرات متعددة. ان شاء الله. موضوع الساعه ومصر اتعرت، وخصوصا ان احنا دلوقتي في اتجاه كده الازهر عايز يعمل صلح، كان في جلسه مع المحافظ. راي حضرتك في الموضوع كده منذ ان سمعت عنه الى الان مع تطورات الاحداث دي كلها؟
هو مبدئيا بس انا برجو من الساده الاعلاميين الزملاء يعني ان هم يسموا الامور بمسمياتها. يعني الواقع اللي حصلت هي لا تندرج تحت بند الفكره الطائفيه. حدث هو اعتداء طائفي مكتمل الاركان، فاحنا بنغالي في استخدام كلمه فتنه طائفيه وكانه في يعني يعني فعل ورد فعل وفي نوع من انواع الاخذ والرد يعني. اللي حصل مش كده، اللي حصل اعتداء طائفي من طرف واحد على طرف اخر. صحيح. مبدئيا. فيما يخص قصه الازهر، يعني من الغريب ان الازهر يعلن انه هيرسل 40 واعظ المصالحه بين المسلمين والمسيحيين. تخيل القصص دي يعني مش محتاجه 40 واعظ، دي محتاجه 40 ضابط. بالظبط. لانه اللي حصل حصل في غيار الامن وحصل في غيار الدوله وفي غيار القانون. فاحنا مش محتاجين ناس تعمل صلح، لان هذا يعني الاجراء اتكرر قبل كده كتير، الجلسات العرفيه دي اتكررت كتير. والمشهد المضحك للشيخ والقسيس وهم بيحضنوا بعض وبيضحكوا وكأن ما فيش اي حاجه، ده مشهد متكرر. والقصه اصلا تتعلق بالثقافه. صحيح. يعني قصه القريه دي هتتكرر تاني في قرى اخرى، ونفس اللي حصل ده ممكن يحصل تاني. الموضوع تعلق بالثقافه اصلا. فالمطلوب دلوقتي يعني رد رادع من الدولة مبدئيا. صحيح. ده مش هيمنع الفتنة، مش هيمنع الاعتداءات الطائفية، ومش هيمنع الفتن من كل الأنواع، ولكن في النهاية هيعمل رادع للأحداث القادمة. لكن فكرة إن بقى نحاول نعمل صلح، الموضوع هيتكرر تاني. في البداية محتاجين رادع من الدولة، محتاجين من الدولة إن هي تقول إن هي موجودة. هو ليه تفتكر استاذ رامي، هو ليه تفتكر ان ده تكرر وكل مره بيحصل الاعتداءات؟ احنا متعودين طبعا على العقاب الجماعي وحرق البيوت وتكسير الكنائس والقتل حتى للمسيحيين في مثل هذه، يعني سواء ازدراء اديان سواء اشاعات من هذا القبيل، هم السيناريوهات متكرره. بس ليه تفتكر كل مره بيحصل تصعيد، يعني لدرجه ان احنا نلاقي لاول مره يتم تجريد سيده مسنه من ملابسها؟ ده تصعيد رهيب. فبترجع السبب في التصعيد المستمر ده لإيه؟ أنا مش بشوف إن هو الحقيقة التصعيد، أنا بشوف إن هو ده خط مستقيم. والقصة اللي حصلت سواء التجريد من ملابس أو غيرها، ده موضوع يتعلق يعني في الإبداع في التنكيل بالطرف الآخر. يعني القصة أصلا بتبدأ من يعني سلسال طويل أو فكرة سياق عام موجود. الموضوع مش يعني الموضوع مش وليد اللحظة، ولا هو حاجة يعني فريدة من نوعها، لا، الموضوع بيحصل على طول. ومصر ما تعرضش يعني علشان في سيدة مسنة تم تعريض ملابسها، لا، مصر تعرضت من زمان جدا لما المواطنين بتوعها بيتعاملوا كدرجة تانية. مش المواطن المسيحي بس، يعني اي اقليه في مصر، اقليه عدديه، بينظر بيها على انها مواطنين من الدرجه الثانيه. يعني فيما يخص المسيحيين بيرفض مثلا تعيينهم في اقسام معينه في الكليات زي قسم النساء مثلا. صحيح. بينما نجد ان مؤسس هذا القسم هو طبيب مسيحي في الاصل، دكتور نجيب محفوظ كان طبيب مسيحي، هو اللي اسس قسم النساء والولاده، وبيمنع دلوقتي المسيحيين من دخوله مثلا. على سبيل المثال مثلا في فرق كرة القدم في مصر كلها ممنوع ان يلعب فيها المسيحيين، مش بالقرار ولا بالقانون ولكن بالعرف. صحيح. وهي والاعراف عندنا اقوى من القوانين. حتى اذا الدوله كانت حسمت النيه وفرضت قانون بشكل او باخر، الاعراف الشعبيه بتمنع تنفيذه. فالامر يتعلق بالثقافه. جهات كتير بتمنع التحاق المسيحيين، نسبه تمثيل المسيحيين في مؤسسات الدوله في المناصب لا تتناسب مع نسبه وجودهم على الارض. فالقصه تتعلق اصلا بسلسال طويل من التفريق وسياق عام. فحته بقى ان هي مصر تعرض علشان السيده تعرض، ده كلام الحقيقه مبالغ فيه، لانه وكانه بيصور الموضوع كانه حادثه يعني نبع من الفراغ وملقاه في الفراغ وملهاش اي سياق لاحق وملهاش اي تبعات قادمه. الكلام ده مش حقيقي، ده مش حقيقي. الموضوع ده هو بس تفننه في اظهار ما هو موجود اصلا. ممكن يظهر النهارده على شكل تعريه، بكره على شكل قتل، امبارح كان على شكل تهجير. فالموضوع كله موضوع ثقافي وحاجه ضاربه بجذورها في الشعب المصري، فكره التفريق بين المواطنين والنظر للمواطنين. يعني نقولها بصراحه، النظر للمواطن غير المسلم غير السني
بان هو مواطن درجه ثانيه، فما بالك بقى بالمسيحي اذا كان بينظر للمسلم الشيعي هذه النظره مثلا، فما بال حضرتك بقى بالمسيحي او بالبهائي او بغيره. فالموضوع محتاج ثوره حقيقيه تتعلق بالتعليم وتتعلق بتغيير الثقافه، وده موضوع بياخد وقت طويل جدا ومش هيتحل بالمصالحات وبالأربعين واعظ، ولكن احنا بنامل ان يكون في رد فعل قوي وحاسم من الدوله باعتبار ان ده بيعمل ربع وقتي وبيعمل نوع من انواع التخويف للي بيفكر انه يعمل حاجه زي كده تاني. هو مش هيغير الثقافه، ده موضوع طويل، لكن في النهايه لازم الدوله تكون موجوده حتى لو الثقافه سيئه. يعني تتوقع احنا يمكن، بس طبعا انا مع حضرتك تماما انه الموضوع بالنسبه للتعريه انها يعني تم التعريه في اشياء امور كثيره جدا حصلت في الفتره السابقه، والسيناريوهات دي ما اكثرها يعني، وما اكثر تكرارها وما اكثر ما يحدث من امور بيتم التعامل معها من قبل الدوله بنوع من انواع التراخي وفي بعض الاحيان تواطؤ كمان من الامن للاسف الشديد. لكن انت شايف انه ايه اللي المفروض نبتدي كخطوات علشان نبتدي بقى نغير الثقافه دي؟ طبعا انا عارفه ان دي حاجه بتاخد وقت، بس على الاقل دلوقتي كعلاج سريع دلوقتي ممكن يحصل ايه، وممكن ده يكون هو السبب اللي يخلي بعد كده اي بني ادم يتردد في انه يعمل نفس الاداء ده مع المواطنين المسيحيين. لا، مفيش علاج سريع للقصه الا العلاج الامني. نعم الامن. طب الو، ايوه سامعاك استاذ رامي. العلاج الامني، بقول لحضرتك مفيش علاج سريع للقصه غير العلاج الامني. نعم. احنا اذا كنا بنتكلم عن علاج طويل المدى فهنتكلم عن تغيير منظومه التعليم وتغيير المناهج وتغيير وحذف تغيير كل مظاهر التفريط، حذف خانه الديانه من البطاقه، منع كتابه التواريخ الهجريه على السبوره، قصص كبيره جدا تتعلق بالتعليم من النشأه، ان احنا حصه الدين لازم يتشاف لها، ماده الدين نفسها لازم تبقى ماده اخلاق للجميع، ما فيش حاجه اسمها ان طالب مسيحي يطرد بره الفصل لما تيجي حصه الدين، ده دي مواضيع بتكرس للطائفيه اصلا. قصص كبيره جدا وملامح كثيره جدا للتفريق لازم تتشال، بس هي هنا بتواجهنا مشكلتين. المشكله الاولى ان ده امر بياخد وقت طويل جدا. صحيح. وربما نتكلم عن جيل او جيلين باعتبار ان الجيل حتى 33 سنه بنتكلم عن عشرات السنين. انا اسفه ده الوقت، انا اسفه بس من الذي الوقت في حاله، لا مش بس الوقت، الاراده باراده، اراده بالظبط، لسه من جهه باراده ومن جهه ثانيه ده الاخطر، ان من الذي سيعلم اذا كان المعلم اصلا يعني جواه الجينات بتاعته جواه. يعني هل نجيب ناس من بره مثلا شايفه المشهد من بره وبتحاول ان هي تعلمنا، لانه اصلا مين اللي هيعلم ده؟ اذا قلت حضرتك للخانه اللي موجوده دلوقتي احنا عايزين نعمل كذا كذا، هي اصلا مش مقتنعه، فدي اكبر مشكله هتواجه البلد. اما الحلول السريعه فهي حلول امنيه، لانه ده اللي هيدي رادع. لو كانت الدوله قد تصدت في السابق للطالبات اللي تظاهروا في مدير بني مزار تعيين مديره مسيحيه لمدرسه، او لو كانوا تصدوا للناس اللي في الصعيد برضو اللي تظاهروا علشان يمنعوا تعيين محافظ مسيحي، كانت هتوجه رساله، وده مش من بعيد، احنا بنتكلم عن واقع من سنه، واقع من اربع سنين، فده مش وقت بعيد، كانت هتدي رساله واضحه للناس ان هي ببساطه موجوده. احنا لا يعنينا كتير ان الدوله تكون قويه او ضعيفه، ده موضوع جدلي، لكن في النهايه الدوله لابد ان تكون موجوده. يعني ممكن تكون موجوده تتخذ اجراء نختلف عليه ونسميه ان هو ضعيف ونطالبها باجراءات اكتر، لكن ان تغيب الدوله تماما. يعني دلوقتي الامن موجود في القريه، الامن هيروح، الامن في لحظه ما هيروح. مين اللي هتبقى؟ هتبقى مجموعه من المسيحيين قصاد يعني عدد ضخم جدا من المتطرفين، مش عايز اسميهم حتى المسلمين. فاحنا هنا عندنا يعني مشكله كبيره تتمثل في غياب الدوله، احنا ممكن نتفق او نختلف على الاجراءات بس لما تكون اصلا موجوده، اما ان يبقى في اجراءات كلها اجراءات لاحقه تتعلق بان بنزل كام عسكري ويقفوا ويجي، يعني هقول لحضرتك حاجه. محافظ المنيا اللي مقتنع ان ربنا تجسد اسمه
على بيضة. كان عارفه الموضوع ده حضرتك من شهرين كان مسار حديث وسخريه الناس. مش غريب جدا ان هو يطلع من كام يوم ويقول ان ما فيش حاجه حصلت والكلام ده انتوا بتكبروه ومفيش حد اتعرى، ويعني الموضوع الحقيقه مضحك يعني مضحك من كتر الالم بتاعه. فحس حضرتك عندك منظومه مجموعه مسؤولين بيغيبوا الدوله، واسهل حاجه عندهم هي الانكار وعدم المواجهه ومحاوله يعني تجميل الصوره. الصوره مش هتتجمل، الصوره اصلا قبيحه واحنا لازم يعني نتفق على ده. فنتفق بينا وبين بعض ان احنا عندنا مشكله كبيره، عندنا مرض كبير، خلينا نواجهه، وان اتفقنا ان العلاج صعب ما عنديش مشكله، لكن لا تترك الجسد يموت، هي دي المشكله. فالدوله غايبه هنا. لو جينا نقارن، انا اسفه يعني هاخدك للمقارنه ما بين مثلا التعامل الامني والتعامل القضائي مع الحالات اللي زي كده اللي تكررت كثيرا، والتعامل مع الشباب اللي كانوا تظاهروا وقت جمعه الارض وتظاهروا ايضا 25 ابريل، وحضرتك شفت الاحكام وشفت الاداء، فهنا برضو يعني ممكن ان احنا نعمل المقارنه دي، ولا ايه راي حضرتك؟ ما اعتقدش. هو الامر سياسي، الامر فيما يخص الشباب والارض او الثوره هو امر سياسي، ما هوش امر قضائي. عشان نحط الامور في المسميات الصحيحه، هو موضوع سياسي. نرجع تاني للقصه، اذا كنا هنقارن القصه تتعلق بالاراده. فاحنا ما بنطالبش انه يبقى في نوع من انواع التدخل السياسي في القضاء في احكامه، ولكن نطالب بوجود تشريعات حقيقيه، تشريعات تضمن حق المواطن المصري في انه يكون مصري وبس، يعني مصري. يعني انت يعني في الصعيد حضرتك القصه على فكره مش موجهه بس ناحيه الاقباط، هي موجهه ناحيه اي اقليه. تتذكري حضرتك اللي حرقوا مساكن البهائيين مثلا من سنوات، من حوالي 10 سنين. تتذكري عدد كبير جدا من الاحداث، اي حد مختلف بيظهر في المجتمع المصري بينظر اليه على انه يعني كائن فضائي. ايا كان يعني، فالموضوع هنا زي ما بقول لحضرتك متعلق بالثقافه. كمان متعلق بالانتقائيه. يعني احد منتجي الافلام من فتره قصيره من شهور تحدث بشكل نظر اليه انه شكل سيء عن نساء الصعيد. لما تحدث عن نساء الصعيد، رجال الصعيد يعني ثوره عارمه من رجال الصعيد. رجال الصعيد دول دلوقتي عندهم واحده ست صعيديه تم تعريتها في الشارع وما سمعناش صوتهم. فالموضوع اصلا صحيح. طائفي يعني، مش احنا مش هنهزر يعني، مش هنجمل بقى الامور او نبدا نحط مسخات التجميل. لا، الموضوع اصلا طائفي. والست تعرض لانها مسيحيه، ولو كانت القصه مع مسلمه لم يعني ما كانوش هيعملوا نفس الموضوع. فخلاص احنا عندنا يعني الجسد المصري مصاب بسرطان، هذا السرطان اسمه السرطان الطائفيه. نتفق على انه موجود، نحاول نتخذ بعض خطوات العلاج. انا متفق انه هو العلاج صعب خلاص، بس ناخد بعض الخطوات اللي تقول ان الدوله موجوده. يا جماعه ما تحاولوش تعملوا كده تاني، علشان الدوله موجوده وموجوده وعنيفه. يعني طبعا انا لا ادعو ان الدوله تكون لا ديمقراطيه او لا عادله، ولكن في النهايه انا بتكلم عن وضع استثنائي. هو ايه هي الاوضاع الاستثنائيه اللي بتفرض يعني حاله الطوارئ علينا بقى لها 200 سنه؟ ده وضع استثنائي، انا محتاج اجراءات رابعه، محتاج ان انا ما اشوفش النهارده انه المتهم الاول في القضيه هو شخص مسيحي اللي هو بيقول ان هو اثار الفتنه. لا، الموضوع مش كده، الدنيا ما بتمشيش كده بقى. فالقصه كلها زي ما بقول لحضرتك يعني هنفضل نلف وندور. في النهايه لابد ان تكون الدوله موجوده عن طريق مجموعه من الاجراءات، حتى لو نظر اليها على انها اجراءات رادعه، انت هنا بصدد حمايه اقليه تحتاج فعلا لحمايه. بالظبط. وللاسف انه سرطان الطائفيه في بعض الدول الشرق الاوسط اللي حوالينا، احنا شفنا برضو الحروب الطائفيه ادت الى ايه، وادت الى مصير الدول شكله ايه دلوقتي. في مشكله الصلح استاذ رامي يعني، وشاركني الراي هنا، النهارده احنا شفنا الاطفال اللي كانوا اساسا عملوا فيديو 30 ثانيه، وشفنا انه للاسف الشديد طبقت عليهم اقصى عقوبه من غير حتى يعني غرامه او كده وعدم الحبس، لا ده يعني الاطفال اتحكم عليهم بالحبس.
ماذا لو ان الاطفال دول وهم مش عاملين هذا الموضوع بنوع من انواع الـ يعني السبق والاصرار، او بنوع من انواع القصد، في غير ان هم يعني بيعلقوا على داعش، بيتكلموا عن داعش واداء داعش فقط لا غير. ماذا لو ان الاطفال النهارده اتصالحوا وطلبوا الصلح، وانه احنا اسفين، هل سيقبل الطرف الاخر؟ لكن بنيجي نلاقي في المواضيع بالنسبة لأي اعتداء على مسيحيين، لا صلح وأوكي ونقبل الصلح، وتلاقي بعد كده كمان العقوبات بتكون عقوبات ممكن مع إيقاف التنفيذ. هو فيما يخص موضوع الأطفال، طبعا الموضوع برضو هينتهي. ألو أستاذ رامي؟ ألو، ايوه بسمع حضرتك. معلش يا فندم، لا لا ولا يهمك. الموضوع الاطفال هينتهي نهايه سياسيه برضو بتدخل الدوله، لان انا اتوقع ما ان تصدر تحكيم نهائيه ان صدرت اصلا ضدهم هتدخل رئاسه الجمهوريه وتعفي عنهم. بالذات ده شك، مش هو شك سعيد بالمناسبه. التعيين في الموضوع جزئيه انه اصلا يتم الحكم عليهم، ويتم توصيف الموضوع على انه سخريه من الشعائر الاسلاميه. اما قصه الشق الثاني من الموضوع، موضوع المصالحه، فخلي بال حضرتك وحضرتك استاذتنا، يعني الموضوع يتقاطع هنا مع يعني نقطه انسانيه الناس مش بتاخد بالهم منها. الناس في اي وقع بشكل عام، المسيحيين اقليه عدديه حقيقيه ما بين جموع غفيره من المتشددين. فان لم يقبلوا الصلح هيكون كده احنا بنطالبهم، يعني بنطالبهم بقى بالاستشهاد بقى، يعني اللي هو انت مش قابل الصلح، طيب الامن هيمشي زي ما بقول لحضرتك، وهتبقى عشرات الناس قدام الاف الناس المجيشين اصلا ضدهم. فالحل هنا مش بالصلح، يعني الحل مش بالصلح، بس مش بيجي من المسيحيين، يعني الحل هنا ما يجيش من المسيحيين، الحل من الدوله. يعني المسيحي اذا انا بطالبه انه ما يصالحش، يبقى انا كده بطالبه يعني بما لا قبل له، يبقى انا كده باجي عليه يعني باللغه المصريه البسيطه. لا، هو لازم يتصالح، لان هو اصلا في وسط معادي، ويعني مش ممكن ان هو يقاوم، يعني هو ده قرار بالموت. وبالتالي حته ان هو ان نصر على معاقبه الجناه وعدم الصلح معاهم، ده لازم يجي من الدوله، مش لازم يجي من المسيحيين. فالدولة ما بتعملش ده، الدولة بتحاول تريح نفسها وتعمل جلسات صلح. زي الجلسة اللي شفناها النهارده مع المحافظ. الحوادث زي الجلسة اللي سمعنا عنها، وهنا برضو لازم يكون في موقف من الكنيسة المصرية. إذا كان الأزهر هيبعت 40 واعظ، ومش عارف ليه بالمناسبة 40، يعني هم 40 رسول، يعني مش عارف 40 رقم 40 ده. إذا كان هيبعت 40 واعظ، مش فاهم، يعني إذا كان هيبعت 40 واعظ للمصالحة، عايزين نسمع رأي الكنيسة في القصة دي. هل هي موافقة مع المصالحة؟ هل هي هو يعني كان الحقيقة مصرة على بيان من نيافة الأنبا مكاريوس: نرفض جلسات الصلح أو تطيب الخواطر. وده كان بيان صحيح. رسمي، يعني ترفض الكنيسة رفضا باتا تحويل قضية الكرم إلى جلسات الصلح وتطيب الخواطر قبل قيام أجهزة الدولة بدورها في محاسبة المتسببين الحقيقيين، وبعد ذلك يأتي البعد المجتمعي. يعني هو حتى نيافة الأنبا مكاريوس من الحلقة اللي فاتت ومعايا بيطلق عليها بعد مجتمعي. يمكن زي ما حضرتك ذكرت أنت النهاردة، هم مجموعة، هذه المجموعة في ده البيان القديم. لو هو في بيان جديد حول رفض الصلح، ده هيبقى بيان غير ده. ان انت النهارده هم مجموعه قليله العدد وسط متطرفين مجيشين مسلحين، فللاسف الشديد هذه هي الحقيقه المره، يعني لحضرتك يمكن تكون يعني وجهت النظر ده راي الكنيسه وعنوان راي الكنيسه، لكن على المستوى الاجرائي او العمليات احنا محتاجين نشوف هل الكنيسه هتبعت وفد يتكلم مع الناس، هل الكنيسه هتعمل ايه بالظبط، هل هيجتمعوا مع قيادات الدوله، لانه مش انا عارفه بشوف ان المشاهد، هي الكنيسه المشاهد في تحولت وجودهم الى مع بعيد عن المحافظ. هذا البيان. عفوا نعم لمقاطعة حضرتك استاذ رامي، المشاهد اللي كانت مع المحافظ زمايلي زعلنا تاني، معلش مش عارفه كان نيافه الانبا مكاريوس موجود ولا لا، كان عدد كبير من الناس موجودين، وواضح انه معلش يا فندم، بس دي انا اسف، معلش انا اسف برضو مقاطعة حضرتك، دي في النهايه جلسه صلح على المستوى الاكبر، احنا بنتكلم عن جلسه صلح كبيره، انا بتكلم على ان راي الكنيسه بتقول انا مش هصالح. طيب تمام، مش هتقبل جلسات المصالحه، طب جلسه المصالحه تتعمل،
فاذا انت هنا تحولت الى جزء من المشكله. فاذا كنت انت من الضعف بحيث انه مش قادر تفرض كلمتك، احنا مش بنطلب مش بنطالب بالتصعيد من اي جانب من الجوانب، لكن في النهايه الكنيسه عليها دور، هذا الدور دور في النهايه دور توعوي. يعني عارف حضرتك اذا مثلا يعني وانا ما احبش ان ده يحصل، ولكن مثلا حضرتك سمعت قبل كده عن عمليات تحجير الاقباط، اذا تم اخراج على نفقة الكنيسة كل أقباط الموجودين في هذه القرية إلى مكان آمن، دي رسالة من الكنيسة إن إحنا هنحمي أولادنا، ويعني الدولة لابد أن تتصرف، لأن الدولة ساعتها مش هتسمح إن كل ما تحصل مشكلة يتم تهجير الناس بشكل نهائي، ودي رسالة سيئة جدا. فده نوع من أنواع الرد السلمي القوي. لكن أنا رفضت الصلح. طيب أنا قعدت مع المسؤولين، وصل الأمر لإيه؟ وصل الأمر إن في ناس جايين من الأزهر وناس هتتصالح، لأن اتفقنا خلاص إن هم في موقف ضعف. فالكنيسة عليها دور إن هي تصعد الأمر وتستخدم الوسائل السلمية والوسائل الناعمة، لكن في النهاية في نهاية الموضوع ما ينفعش بعد مرور مثلا 7 أيام نكون مثلا ممكن أكون بتشرف بحضرتك تاني في مكالمة ونقول مع بعض إنه تمت الجلسة، جلسة الصلح وتمام، وفي انتظار الواقعة القادمة. فالموضوع هنا يعني أنا ما يهمنيش، انا بدات كلامي يمكن بقول لحضرتك يعني مش هامني قوي ان اليه ما حدث تتعلق بتعريض سيده. احنا عندنا من 3 سنين مواطن تم حرقه، يعني لو تتذكري المواطن هلال صابر وهو مواطن مصري، يعني ما انا ما بحبش اقول سيده مسنه مسيحيه ومواطن مصري، بس هي مواطن مصري هلال صابر تم حرقه حرق، فده ابشع يعني من اي حاجه. فاللي جاي ايه بقى؟ هنقعد بقى نسال، يعني هتقولي لي حضرتك اه والله الكنيسه رفضت ولكن تم الصلح وكله تمام، فنسال بقى ايه الواقعه اللي جايه؟ ما هي هتحصل تاني. فالموضوع كده يعني مش هيمشي، يعني القصه لابد من اجراء رابع من الدوله، ان لم تكن الدوله لديها اراده للتغيير وكانت تتعلق يعني الياتها كلها تتعلق بالتجميل من جهه ومحاوله تهدئه من جهه اخرى، لا لابد ان المؤسسات المعنيه بالامر وعلى راسها الكنيسه ان هي تبدا تتواصل مع المسؤولين ان احنا مش هنقدر نقبل بده تاني، الناس هتقبل بالصلح لكن احنا عايزين قوانين تحمي المواطن المصري ايا كان هو ايه، واحنا بنرى ان القوانين مش بتحمي المواطنين في الاقليات. تمام. طبعا احنا لا ننسى ابدا لوالدك الرائع العظيم انه ما تسبب في موته ان هو كان شايف مصريين بيتخانقوا وبيتعاركوا مع بعض، وده اللي اثر فيه بشكل شديد جدا، واعتقد ان هو لو كان موجود وسطينا هذا الوقت ايضا وما يحدث كل ده الحمد لله انه مش موجود، كان بتهيألي كان هيبقى نفس النتيجه اعتقد. يعني واضح ان حضرتك يعني هذا الشبل من ذاك الاسد، نفس الاخلاق ونفس الطباع. وبنشكر حضرتك جدا حقيقه استاذ رامي جلال عامر وجود حضرتك معانا النهارده، وعجبني قوي فعلا موضوع حاجتين، حضرتك بدات بانه ما تقولوش ان ده فتنه طائفيه، قولوا ده اعتداء طائفي، والنقطه الثانيه طبعا انه الموضوع مش مصر اتعرضت عشان تجريد سيده من ملابسها، ولكن التعريه اتت في مواقف كثيره جدا كانت ضد الاقباط وضد العدد القليل من الـ يعني انا مش بحب كلمه اقليه، ولكن هي بالنسبه للعدد القليل. استاذ رامي جلال، شكرا اقليه عدديه فقط، اقليه عدديه فقط. شكرا جزيلا لحضرتك الحقيقه، سعدنا جدا بهذا اللقاء. الاستاذ رامي جلال عامر الكاتب الصحفي بجريده الوطن المصريه. اعتقد الاستاذ رامي لما تحدث في النص برضو ذكر كلمه الرجاله فين والشنبات فين، عجبني قوي قوي محمد دسوقي وهو بيعلق على هذا الامر، يعني ابتدى كلامه بقول لك احنا المفروض كلنا نلبس طرح يعني كرجاله، فين رجاله المنيا، فين الرجاله، فين النخوه، فين الدنيا دي، فين انك انت النهارده لما تكلم بس تيمور السبكي واتهم اتهام كده كلامي بانه سيدات الصعيد بيخونوا ازواجهم والكلام ده، ياه على الانتفاضة والسعيدة والفيديوهات اللي نزلت وهنعمل وهنسوي فيه وهنعمل، وانت فاكر ايه واحنا ايه، احنا ستاتنا دول ايه؟ طيب ايه فين الاصوات بتاعت الناس دي كلها؟ مش بس فين الاصوات بتاعت الناس دي كلها، هو انتوا فاكرين ان انتوا كده عندكم نخوة ولا رجولة اللي كنتوا واقفين حوالين هذه السيدة وهي بتتعرى؟ مش قادرة افهم يعني انتوا ايه بالظبط، يعني بجد فعلا انتوا ايه يعني حقيقي، يعني مش كلام محمد بصراحة، محمد سوق يعني بيلخص
بيلخص امور كتيره جدا جدا يعني. فيعني مش عارفه اقول ايه. طبعا اللي عرضناها من شويه دي كانت البيان التنويه الهام من نيافه الانبا مكاريوس على رفض جلسات الصلح. انا بس واقفه عند يعني لو عشان اكمله مع حضراتكم قبل ما نعرض تعليق محمد دسوقي، انه قال لك جلسات الصلح وتطيب الخواطر قبل قيام اجهزه الدوله بدورها في محاسبه المتسببين الحقيقيين، ترفض الكنيسه متاجره البعض بالقضيه والبحث عن ادوار زي ما انتم شايفين هنا برضو، والبحث عن ادوار والصعود على الاحداث والبحث عن بطولات على اشلاء المتالمين. طريقه الملاطفه وحلو الكلام افسدت جميع القضايا واوجدت الفرصه للمسؤولين للهروب من المواجهه والقيام بمسؤولياتهم، وجعلت من كل كارثه مقدمه لكارثه اكبر في زمن قصير. عجباني قوي دي، انك انت بقى حلو الكلام والكلام ده افسدت جميع القضايا اوجدت الفرصه للمسؤولين للهروب من المواجهه والقيام بمسؤولياتهم، جعلت من كل كارثه مقدمه لكارثه اكبر. وفي زمن ايه؟ في زمن قصير. احنا الاحداث متلاحقه ورا بعضيها ورا بعضيها، وكارثه بتسلم كارثه. لو ما فيش وقفه حقيقيه هنفضل بهذا الشكل. اعتقد محمد سوي كلامه جاهز معانا، عشان فعلا بصراحه يعني الدنيا الظريفه كده يعني اللي احنا بنشوفها دي يعني حاجه صعبه جدا جدا. خلينا نسمع محمد سوي. ويطلع بيه على الهوا كان عمل كده، لانه ما ينفعش يبقى في راجل في مصر، في بر مصر كله، قادر ان هو يرفع راسه ويعيش بشكل طبيعي، وفي ست مصريه مسنه استفرد بيها شويه بلطجيه وعروها وسحلوها، ومفيش شنب اتهز في المينيا ودافع عنها. بالعكس، الشنبات اللي في قريه الكرم اللي هي في مركز ابو قرقاص محل الواقعه، ان كانت شنبات اصلا، والكلام ده زعل ناس كتير، لان انا لو في ايدي قرار وانا عارف ان الكلمتين دول هيغضبوا ناس كتير ويزعلوا ناس كتير، كنت كتبت يافطه كبيره كده يا بلد ما فيهاش راجل على مدخل البلد دي. لان ما فيش راجل اتهز ودافع عن سيده مسنه وهي بتتعرى وبتتهان. سيبكم بقى من القانون دلوقتي والاجراءات القانونيه، انا بتكلم على الفعل الطبيعي في بلد حصل لست مسنه فيها كده، ولم نسمع على الاطلاق ابدا ان في مجموعه رجاله قاموا تصدوا للبلطجه اللي كانت بتحصل. كل سمعناه ان في ست تانية هي اللي شدت هذه السيده المسنه ودخلتها بيتها وغطتها. اما بقى الشنبات الرسميه في المنيا، سواء المحافظ او مدير الامن والمسؤولين بتوع المحافظه، فكانوا بيحاولوا يطرمخوا على الموضوع ويقول لك عادي. اما بقى دقون الشيوخ المتحنيه طول الوقت اللي صدعونا في خطابهم بكلام عن ستر المراه واحترام المراه، محدش فيهم اتكلم كلمه واحده ولا تشنجوا ولا ادانوا هذه الجريمه، لمجرد ان الست المصريه دي مكتوب في خانه البطاقه بتاعتها ان هي مسيحيه. والله احنا حتى الطرحه ما نستحقهاش. فين فتاويك يا شيخ برهامي؟ فين غضبك يا شيخ حسان يعقوب، حسين يعقوب؟ فين خطبك يا شيخ حسان؟ لا حس ولا خبر. القطه كانت لسانهم، كانت لسانهم بعد ما لسانهم ده ظفر بفتاويهم المتطرفه حياتنا بخطاب ديني اتزرع في عقل شويه بلطجيه وجهله، خلاهم يفتكروا ان الاعتداء على سيده مسيحيه مسنه رجوله وانتصار للدين. قصر الكلام، الحقيقه ما تزعلش حد، والنعامه حضراتكم لما بتدفن راسها في الرمل بتتاكل، ده اذا كانت بتدفنها اصلا. لا الشعب ده متدين بطبعه، ولا الجدعنه والشهامه بقت عنوان. المجتمع ده مليان مشاكل، ولازم يقف قدام المراية ويعالج نفسه ويعرف انه لا سبيبة الصلاة هي ضمانة الجنة، ولا اللحية فتاوى التطرف هي الدين، ولا بوسة شيخ الأزهر والبابا هي الوحدة الوطنية. المجتمع ده لازم يفوق ويعرف الحقيقة، حقيقة انه مش جدع، بدليل ان 90% من ستات مصر بتتعرض للتحرش في عز الظهر ومحدش بيدافع عنهم، مفيش راجل بيدافع عنهم في عز الظهر. المجتمع ده لازم يعرف انه مش متدين ولا شهم، لان تجاره بيسرقوا الزيت والسكر والرز بتاع الغلابة ويخبوه في المخازن عشان يكسبوا جنيه زيادة، والغلابة جوع عادي جدا. المجتمع ده لازم يفوق، وستنا اللي اتعرت في ابو قرقاص دي هي الألم اللي لازم ينزل على وشنا كلنا ونفوق. أسر الكلام، مساء الخير النهاردة بس على كل ست مصرية، وبالعند في الرجالة كلهم.
عشان نعرف الحقيقه. على كل ست مصريه شايله وصبره ومستحمله قرف مجتمعكم وشوارعكم اللي 33% من بيوته بالمناسبه وعائلاته واسره بتصرف عليهم من ستات بتشقى وتجري على عيال ورجاله. مساء الخير على كل ست مصريه مستحمله وصبره ومستحمله قرف مجتمعكم وشوارعكم المليانه تحرش وشيوخكم اللي بيشوفوهم عوره ورجالتكم اللي بيسرقوا مراسهم ورجال السياسه بتوعكم اللي طول الوقت بينادوا في وجودهم في مناصب واول ما تيجي تبص على اي حزب ولا جهه تلاقي الست. تحيه بصراحه الاستاذ محمد، انا عايز اسقف لك يعني بجد، انت قلت حاجات كتير قوي في الموضوع ده. لو تاخدوا بالكم الكلام ما كانش بس على مشاكل تعرية السيدة المنيا السيدة الجميلة، ولكن كان على كل اللي احنا عايشين فيه في المجتمع المصري. يعني ألخصه كده في الكام دقيقة دول، ويعني للأسف الشديد ده الوضع اللي احنا عايشين فيه. على فكرة كان انتشر خبر ان نادر شكري والصحفي في موقع الأقباط المتحدون وعزة إبراهيم كانت قبض عليهم أثناء تأدية عملهم في المنيا، لكن هو بيقول ان هو تم وقف عملهم من المباحث لحين التحقيق في الشخصية بس والحصول على تصريحات من قيادتهم. يعني انه ما استغرقش وقت طويل عشان عاد بعد كده الضابط مبتسم مرحب باستكمال العمل، عدنا باستكمال عملنا بالقرية لما كانوا موجودين في قرية الكرم. يعني فبالتالي الموضوع هنا ما كانش موضوع غير بسيط جدا جدا. مواقع التواصل الاجتماعي تنتفض بعد حادثة المنيا، عبر عدد من السياسيين والحقوقيين وبعض الشخصيات العامة عن استنكارهم واستيائهم من واقع تجريد سيدة قبطية من ملابسها والاعتداء عليها بمحافظة المنيا، التشهير بها في شوارع القرية، مطالبين بوقت الفتنة الطائفية التي تطال برأسها من حين لآخر. وزي ما قلنا الموضوع مش وقت فتنة يا جماعة، يعني مطالب المصريين الشرفاء بقى. عجبني طبعا ده إبرام لويس وكتير بيطلب معاه في المطلب ده إلقاء القبض ومعاقبة المتورطين بعقوبات رادعة ناجزة. إقالة محافظ المنيا التي تكررت فيها الحوادث الطائفية، والذي يكذب دي ضيافة من عندي، واللي كذب واللي سبق الأحداث كلها وكان عايز يعمل توجيه عام بشكل معين، ولكن الحمد لله. ثالث مطلب إقالة مدير الأمن بسبب عجزه عن حماية السيدة وتأخر الأمن في التدخل. على المجلس القومي للمرأة تبني الواقع ومخاطبة كافة مؤسسات الدولة بما فيهم الرئاسة لرد كرامة المرأة المصرية. أعتقد يعني أنه يعني مطالب، انا مش قادره افهم المحافظ ده يعني ايه الوضع ده، ايه ده يعني ايه التصريحات وايه الدنيا وايه المواضيع اللي احنا شايفينها دي كلها. بصراحه يعني حاجه تحزن بجد يعني. فالواحد يعني الواحد مش عارف يقول ايه بصراحه. طيب معانا دلوقتي مع حضراتكم الاستاذ عزت ابراهيم، وهو واضح انه يعني كان متواجد طبعا في القريه. استاذ عزت برحب بحضرتك معانا. اهلا بك يا دكتوره. اهلا بحضرتك. قول لي بقى ايه التطورات والدنيا، والاول نرد على انه كان في خبر النهارده بيقول ان كان في حرق في بيوت مسلمين، ده صحيح ولا لا؟ هو النهارده دكتوره الفجر الجمعه عايز اوضح حاجه قبل النهارده في الفجر تقريبا تم حرق عشه لاحد اقارب نظير وهو المتهم اللي هو زوج نجوى والذي اتهمته الست ام اشرف اللي هي مدام سعاد في محضر رسمي في النيابه اول امس واحنا موجودين، هو ووالده اسحاق واخوه عبد المنعم. نعم. فعشان تحصل توازنات يا دكتوره قاموا بحرق عشه النهارده وقاموا باتهام رسمي لاربع اقارب لاشرف او عائله الست سعاد. للأسف الشديد يا دكتورة المشاكل في محافظة المنيا لن تحل ولن تصل إلى حل نهائي طالما هناك جلسات عرفية ومشينة سيتم التعامل في هذه الجلسات على طول الخط في محافظة المنيا. حينما لم تأخذ الأستاذة ميرفت في بني مزار حقها وتم تزييف الحقائق وتم كتابة أسماء ناس إنهم غير موافقين وهم 26 واحد وهذا غير الحقيقة، وتحدثت مع المحافظ حينها على عودتها قال لي إن هناك ناس معترضة مسيحيين، إن عدم وجود قرار صريح أو نبص للحقيقة ولا ندفن رؤوسنا في الرمال
فتكون محافظة المنيا على طول الخط هناك مشاكل مستمرة بين الحين والآخر. مشكلة الكرمة اللي كنت موجود هناك امبارح للأسف الناس هناك مزعورة لأعباط. لك أن تتخيل يا دكتورة أن يوجد 2000 قبطي أو أكثر في قرية الكرم ولا توجد لهم كنيسة يصلون لها ويذهبون مسافة 20 كيلو. السيدة سعاد كانت ذكرت ده فعلا في كلامها، وحتى كلهم لما قالوا ان احنا احد المعتادة عليها قالت لي يا استاذي انا بروح كل 22 يوم اصلي في الفكرية عشان انا باخد توك توك ب 20 جنيه وانا معيش 20 جنيه اصلي، فانا بصلي كل 22 يوم. نعم. لما نوصل احنا للطاقية ويتم منع، وقالت لي حكيت لي واقعة ان احنا كنا بنبني بيت، في بيت بيبنيه حد وبيعمل له حاجات تسليح كويس فافتكروه كنيسة فتم ايقاف البيت حتى هذه اللحظة ولم يبن. يا دكتورة احنا مش محتاجين جلسات عرس، احنا محتاجين توعية بالتعايش الفعلي بين المواطنين وليس سواه، مش محتاجين الجلسات العرسية اللي طب. النهاردة سيادة المحافظ ما انا عايزة اقف عند دي يا استاذ عزت، مين دول ومين اللي كان اعتقد ان يافت لمبة مكارس ما كانش معاهم في الجلسة دي؟ لا ما كانش موجود، وهو خد عم عبده اللي هو زوج الست وحاول مرارا للساعة 6 عشان هو كان على احد القنوات دلوقتي وقال كلام ما حصلش، وحاول معاه في الصلح لكن عم عبده رفض وكلم سيدنا الانبا مكارس، الانبا مكارس قال له لا، وهو قال ان لا استنى استاذ عزت انا بالراحه مين اللي رافض ومين اللي بيقنع مين بالصلح؟ انا كده اتلخبطت، مين بيقنع؟ المحافظ اخذ عمي عبد اللي هو دانيال اللي هو زوج الست، عبده دانيال زوج الست سعاد، المحافظ اخده وكان بيقنعه بالصلح، اخذ النهارده في المحافظه وقعده من الصبح للساعه 6 واخد بال حضرتك، والصور بتثبت الكلام دوت اهو، ايوه، على اساس يضغط عليه بالصلح ولكن الراجل مشي ورفض الكلام ده بناء، وجاب للاسف بيت العيله اللي المفروض يعمل بعدم وجود مشاكل ولا ينتظر الفعل اللي يشتغل عليه، وان يمنع الفعل ولا ينتظر رد الفعل. للاسف الشديد اديك شايفه انت بتدافع عن دانيال ان الامور كويسه وما فيش حاجه وكان زوجته لن تتعرى ولم طب يعني امال هو ليه يوافق انه يعني هو في الجلسه دي بس كده يعني والقبولات مع الشيخ يعني مجرد ايه؟ طيب ده نفسره بايه يا دكتوره؟ وانا في القريه امبارح انا هقول لحضرتك، وانا في القريه امبارح الامن جه خدنا من جوه بيت، كنا ناس بنحكي معاهم انا والاستاذ نادر شكري، ايوه، لك ان تتخيل الناس اللي انا كنت عندهم البكاء، كم البكاء اللي كانوا بيبكوا من الخوف، خوف. احنا تحدثنا مع الامن ورجعنا بعد نص ساعه بعد تعليمات من المديريه ان هم يسيبونا نمارس عملنا، لقيت الناس بتعيط، رحت لها البيت كامل للست قلت لها يا ستي ما تخافيش احنا ما فيش حاجه وحقك ما هناخده، قالت لي احنا خايفين، احنا عايشين في ذعر، احنا عايشين مشكله، يعني احنا ما بنحلش يا دكتوره، احنا المشكله عندنا ان احنا ما بنحلش المشاكل، انت تعملي جلسه عرفيه واذا كان لك حق يتهدر الحق وخلاص. طب ما انت هتدي صيغه للناس اللي بتعتقد انك بتعمل، اتكرر الكلام ده في صملوط واتكرر في بيت الناصريه واتكرر في مطاي وهيتكرر في الدنيا كلها، طالما الناس واخده ان هي بتضربك وما بتاخدش اي عقاب خلاص انت دوله القانون غائبه. للأسف. انا 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 من خلال منبر حضرتك انا هقف التعامل مع محافظ المنيا اطلاقا في اي شيء. صحيح. لان يجب ان نكون واضحين وصرحاء. بعد كل اللي حصل ده يا دكتور، والمحافظ النهارده على احد القنوات منذ دقائق قليله على القاهره والناس بيقول ان ما ناس بتقول ان هي تعرض وناس ان هي ما بتعرضش، يعني هل يعقل ان في واحده تاني يعني لسه تاني على قناه القاهره والناس طالع يقول التصريحات ده حالا يعني مع الاستاذ اسامه كمال؟ خلينا برضو خلينا واضحين كده ونقف، معلش استاذ عزت، عند مين اللي المحافظ بيقول معاهم الكلام ده؟ اسامه كمال، احمد موسى، واللي هم يعني اعرفوا بس القصه كده وانتوا تشوفوا هل سينجح هذا النوع من الاعلام انه يغير الحقائق او انه يوجه النظر لامور ثانيه؟ يا دكتوره ستجبر الناس على جلسه صلح، انا بقول لك الكلام ده ويمكن لاول مره تسمعي حضرتك، ستجبر الناس على جلسه الصلح، ستجبر الناس على جلسه الصلح، على جلسه الصلح. أنا بقول لك من بسبب خبرتك المنيا بقول لك إن ستجبر الناس على جلسة الصلح، لأن الناس هتعود تعيش.
الحقيقة المر. الناس التي أنت تخيل يا دكتورة، وأنا موجود في البلد امبارح، الناس مذعورة إزاي؟ يا دكتورة أنا في واحدة خدت التابلت بتاعي ودارته عشان تطلع بيه عشان الأمن ما ياخدوش، عشان أنا مصور عليه من الخوف، والست طلعت وما قدرتش ترجع البيت اللي أنا كنت فيه، وأنا رحت لها البيت التاني جبت التابلت عشان كم الذعر اللي عند الناس من التعامل. وحكوا لي بعض الناس بيقول ان الناس بتقول لي طب ما الامن هيمشي واحنا هنوريكم. حتى يعقل يا دكتوره؟ صحيح الكلام اللي لسه قايله الاستاذ، ان لم تحل الامن هيمشي وهنوريكم. وعقاب وبعقاب فعلي لن يكون هناك تجديد، ستتكرر حادثه الكارما في بلاد كثيره في المنيا. يجب للأسف. ان نحل للاسف، والله العظيم يجب ان نحل ما يحدث انتهاك لحق الانسان في العيشه. ما ينفعش يا دكتوره الكلام ده، ما ينفعش. صحيح استاذ عزت، انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه. انا رحت القريه امبارح يا دكتوره وكان شيء لم يحدث، لا في واحده اتعرت ولا في بيت اتحرقت ولا في ناس خربت بيتها ولا في ناس، ما فيش مشكله، الناس عايشه حياتها عادي وما فيش اي مشكله. اللي عايشين في القهر والظلم هم الاباط اللي اتحرق بيتهم وخايفين يطلعوا من بيتهم. لكن الدنيا كل البلد لفت بعربيه في البلد كلها، البلد ما فيش اي مشكله، ولا كان شيء حدث ولا كان الناس بيحصل لها حاجه. طب انت ذكرت لي ان في فيديو بدا ينتشر، انت شفته؟ انا طبعا مش عايزينه ومش هنعرضه، لكن حضرتك شفت فيديو انتشر واقع في التعريه؟ لكن غالبا مش هو الفيديو، لكن احنا تاكدنا من مصادر لنا ان في ناس صورت السيده وهي تعرى، لكن انا لم اتاكد من وجود. انا بس علشان القصه اللي هو المحافظ اللي بيقول لك في ناس بتقول وناس بتقول والروايات. يعني عموما استاذ عزت، من الواضح يعني انه زي ما حضرتك قلت ستكبر الاسر المسيحيه في قريه الكرم على الصلح، وفي نفس الوقت الحاله ان هم عايشين في حاله صعبه جدا. ماذا بعد رحيل الامن من القريه؟ انه قالوا لهم هنوريكم يعني للاسف الشديد. انا بشكرك استاذ عزت. انا اتجهت لأحد الأشخاص أمس يدعى إسحاق سمير يعقوب. ده تم حرق، لا يملك رجل فقير لا يملك سوى دراجة بخارية تم حرقها. وعنده كريتة بيشتغل عليها يجيب بها حاجات، حرقوها ودخلوا جوه البيت، كسروا التلفزيون والريسيفر الخاص بيه، ودخلوا عند أوضة ابنه. المنزل عبارة عن أوضتين، أوضة ابنه متجوز جديد، كسروا الدولاب وخدوا 7000 جنيه موجودة بالدولاب وكسروا كل حاجة. وانا شفت المنظر حاجه. بعت لي يعني حضرتك صور، ولكن للاسف بس فيها صور مش واضحه، لكن الصورتين الواضحين، فمن الواضح انه لسه اثار الخراب والدمار. كام بيت اتحرقوا؟ 6 بيوت يا استاذ عزت؟ 4 بيوت و اضافه الى بيت اشرف دانيال، وده 3 ادوار وتم انهائه تماما وحرقه تماما، مدشه ومخزن. وبرضه عايز اوضح حاجه يا دكتور عشان ما انساش، اساس القصه ليس لها اساسا من الصح، وده قالته زوجه نظير. اشرف من الاثرياء في قريه الكرمة، وله مديونيه كبيره، وده على كلام احد المسلمين. اشرف ليس من الاثرياء، بتقول ليس؟ لا سري، من الاثرياء في القريه. وده الكلام ده كان على لسان يحيى يونس احمد، وهو خال نجوى. وقال لي ان اشرف ليه اكثر من 800,000 جنيه في القريه. وحاول احد الاطراف ان يستغله ويبتزه منذ حوالي 5 ايام قبل الحريق، وان هو ياخد منه فلوس. اشرف رفض، فبدا يتعامل مع نظير بصفه نظير عليه مبلغ كبير من المال، وانا اعرف المبلغ كويس. يعني داخل فيها كمان محاولات علشان خاطر الاموال اللي الاشرف عند الناس يعني يتسكت عليها، ده اللي تقصده؟ طبعا كل اللي ليه فلوس يا دكتوره ما فيش مشكله، اشرف لازم يمشي طبعا، وهو كان في مشاكل بينه وبين زوجته وعايز يطلعها، فهو ما يستفدش من زوجته، ما تاخدش النفقه ويعمل حاجه مشينه ليها، وهو كده كده هيطلقها. وكمان ايه، اشرف يروح في السكه مش فارقه، والفلوس اللي عند اشرف تروح في داهيه، وبالمره نسرق حاجه تشرح. تمام. هذا الموضوع بالظبط، وليس فيه اي شيء طائفيا. تصريحات بيت العيله ايه يا استاذ عزت؟ لان انا جات لي صوره دلوقتي الحقيقه، بشكر صديق لي على الفيسبوك بعتها لي، انه الاهرام كاتب ان بيت العائله بيقول مسلمو الكرم وافقوا على الصلح، ووفد ازهري يزور اقباط القريه غدا. تخيل.
انا كنت خايفه لما يوافقوش، انا كنت خايفه قوي لما يوافقوش استاذ عزت بصراحه. لا بيت لا يا العيله بيقول دكتورة، مسلموا القريه وافقوا على الصلح. يا ايه ده، ما هو احنا دلوقتي يا دكتورة بيتي انتي بتتضربي وتتهاني وتنهك ممتلكاتك ويضيع شقة عمرك، والحمد لله انا اعتديت على حضرتك وخلاص انتي، انا هوافق ان انا صالحك، اه مش مش انا كده؟ اللي برضه اللي مسلموا القرية العملية في وافقوا معاكي يا على دكتورة. الصلح، مسلموا القرية وافقوا على الصلح. مشاهدينا، بشرة خير، خبر ما كناش نتوقعه ابدا الحقيقة، يعني خبر جه طبعا مفاجأة كده، طبعا يا دكتوره، يعني ده احنا اللي هو هو ايه، اللي هو انت كنت وللاسف خايف قوي انهم وللاسف يرفضوا. ياه، وللاسف بعض النواب، بعض مش هتطول النواب طول حاجة. بيشتغلوا على هذا الذي تم انتخابهم من الناس لقضاء مصالحهم انا وحوائجهم، سمعت ان في هم اللي نائب بيشتغلوا على هذا من الموضوع. ابو قراص من النواب اللي كان برضو، وللاسف انه نائب مسيحي، ولكنه قال يا جماعه الموضوع بسيط وخلينا يعني نقصر الكلام. هل ده حصل نائب يا دكتورة من ابو قراص؟ لا، نعم. هو ما فيش نائب مسيحي في ابو رأس للاسف، طيب هم فكروه، كلهم لكن عموما راحوا. كان برضو اتجاه النواب ابو هو قراص نائب انه في ابو رأس الموضوع احنا متجهين مع المحافظ، يعني في نفس وجهة نظر المحافظ، مش يعني يا كده؟ مع دكتورة الموجة ان بتاعته. لم يفعل، ان لم يفعل القانون وفي هذه الواقعة بالذات، ويكون هناك حساب لمن تم الاعتداء على المنازل وانتهاك حرمة السيدة سعاد، اعتقد ان هيبقى فيه كتير في المنيا. وعلى فكره معلومه لحضرتك، لم يتم القبض على الثلاثه الذي تم ذكر اسمهم في حلو المحضر ان حتى الان. حضرتك وضحت، يعني الثلاثة اللي عروا السيدة ما تمش القبض عليهم. طب مين المقبوض عليهم؟ يعني نصير نظير، نظير ده وسعاد مكتوب وعبد مقدوب المنعم. مقبوض عليه، اللي هو زوج السيدة نظير لا، نجوى. انا لغايه امبارح بالليل ما طبطش عليه. الله، امال مين المقبوض عليهم يا استاذ عز؟ المقبوض عليهم ناس معرفش بقى يسأل فيها الأمن يا دكتور. طب انا بشكرك جدا استاذ عزت ابراهيم، ناشط الحقوقي في المنيا، بشكرك شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات، وخصوصا ان احنا سعداء جدا دلوقتي ان المسلمين وافقوا على الصلح. وما عنديش كلام تاني اقوله على فكره، انا مش عارفه اقول ايه غير بس ان احنا نعرض الجزء اللي هو كان من برلماني، النائب البرلماني المجدي سعداوي، وهو بيقول انه ما فيش يا جماعه، ما حصلش، والسيده القبطيه لم تجرد من ملابسها. هو في ايه يعني، في ايه بالظبط يعني؟ انا مش قادره اعرف يعني مالهم دول، مالهم الناس دي؟ ليه ليه السيده هتقول عن نفسها كده؟ يعني انا مش قادره افهم، في ست في الدنيا ممكن تقبل ان هي تطلع اشاعه على نفسها انها اتعرت وانها اتفضحت وانها البلد كلها اتفرجوا عليها زي ما هي قالت في معدريم؟ يعني انتوا بتفكروا ازاي؟ انتوا زي رجاله بجد فعلا، يعني ايه ده اللي الواحد بيشوفه ده؟ ليه ليه يا جماعه تقول عن نفسها كده؟ ليه؟ يعني مش معقول اللي انتوا فيه ده، يعني بجد فعلا حاجه مش عارفه اقول ايه، يعني مش عارفه بصراحه اقول ايه، يعني يعني حاجه ربنا، يعني ربنا يلطف بينا بجد. يعني انه الرئيس السيسي يقول هيتصلح الدنيا، وانه بيطالب الامن، وانه بيطالب بكل ده، وبيقال انه احتمال يعني يتقابل مع السيده بكره، وانه ايضا واضح كده من انه طبعا مكالمه قداسه البابا والاتجاهات دي كلها. فانا يعني خايفه برضو واخشى، وبوجه كلامي للرئيس السيسي انه ارجوك انت بنفسك حط نفسك مكاننا احنا ومكان مشاعرنا احنا واحساساتنا احنا. هل هتوافق انه من القهر ومن التهديدات ان احنا لازم ان احنا نطاطي ولازم ان احنا نقبل الصلح عشان احنا قليلين في القرية، علشان لو احنا ما قبلناش الصلح ده انتوا هتمشوا كأمن، الامن هيمشي، الدولة مش موجودة وهيمكن يستفردوا بينا؟ يعني ايه رأيك يا سيادة الرئيس في الكلام ده؟ يعني انت برضو سيادة الرئيس، لما لو قريت خبر زي ده وانت مكاننا وفي مشاعرنا، هتشعر بايه لما تسمع ان المسلم القرية وافقوا على الصلح؟ هو مين اللي بيوافق على صلح مين؟ وهو ليه انا اصطلح؟ وليه القانون ما ياخدش مجراه؟ وليه ما بقاش حتى لو انا بني ادم واحد في دولة لكن ليه حقي، لان انا مواطن بغض النظر عن ديني، بغض النظر عن اي حاجة؟ هل ستقبل سيادة الرئيس انه يعني يكبر اقباط قرية الكرم على الصلح لانهم خايفين، انهم مقهورين، لانهم واقفين عزل امام من معهم سلاح وامام من معهم بلوتوث؟
معرفش يعني انت هتوافق، يعني هتوافق ان ده يحصل في عهدك برضو، ولا هتحط حد؟ معرفش تحطه ازاي، بس لازم تحط حد، حد انه ما ينفعش ان يبقى في ناس بتطاطي راسها في عهدك. طيب في اتصال من كاليفورنيا، الاستاذة مارلين اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اهلا. انا ليا تعليق بسيط على الحادثه المشينه، يعني واللي يعني اي بني ادم ملوش حتى مله ولا جين يخجل فعلا من حاجه زي كده. وليا تعليق بسيط على الشيخ احمد الطيب. نعم. هو في رحله في اوروبا. وكان مشكلته انه بيشكي ان المسلمين مهمشين في امريكا وفي اوروبا. مهمشين. ايه رأي حضرته بقى في وضع الأقباط؟ محجبين ستاتهم وبيعادوا ستاتنا. يعني انا ليا صديقة كانت في مصر قريب ولابسة جيبة طويلة، يعني يدوبك 10 سنتي كده باينين من رجليها. جات لها واحدة قالت لها لو سمحتي غطي رجليكي. يعني غطي ال 10 سنتي اللي باقيين من رجليها من تحت. عيب. عيب. هم لا ماشيين محجبات ومحجبين ستاتهم وبيعادوا ستاتنا احنا. والشيخ احمد الطيب بيشتكي ان المسلمين مهمشين في اوروبا وامريكا. انا عايزه اعرف لو واحده بس حد حتى شال حجابها في امريكا او زحمه. ليه ما أو مروه الشربيني قبل كده احنا شفنا في المانيا مروه الشربيني استاذه مارلين. ما احنا بس عايزه اقول لك يعني هل ده حقيقي كمان؟ ثانيه واحده، هو ده حقيقي يا استاذه مارلين وحضرتك عايشه في كاليفورنيا، انت شايفه ان المسلمين مهمشين؟ شايفه ان في اي حاجه اساسا ليها علاقه بالدين؟ ولحهم على الاخر. لا بغض النظر عن فردين، مش ما هو في اي حد بيسال حد انت دينك ايه، ولا في حاجه اسمها تهميش للدين؟ ده لما في دراسات دلوقتي او في بعض الولايات اللي اقروا بان الاديان عفوا الاعياد مناسبات الاعياد لاخواتنا المسلمين تتاخد اجازه. امال ايه واحنا الشرقيين 7 يناير العيال بتمتحن؟ وبعدين ما عليكي بقى من ده، شوفي الاخت اللي وعمدة انجلترا المسلم، عمدة انجلترا المسلم ده كمان بابا توادرس رئيس الكنيسة. ايات عرابي دي مش بس في البابا، دي في كل الدنيا يعني. بس يعني ماسكة البابا وبتقول عليه الفاظ مهينة، وعلى ابونا مكاري ابونا مجاري والخرسان والخرسان. احنا اسفين طبعا للكلام ده، بس فين الشيخ احمد الطيب ده؟ ما قراش اي تدوينة ليها؟ لا لا، ما هم هيجوا يقولوا لك ان ويجردوها من هدومها. وهو لسه قاعد في اوروبا، واحد غيره يمشي يمشي. تمام. يقول لك المحبه والسلام، محبه ايه؟ المحبه عندهم ليها نظام تاني غيرنا. دول مش بيحبوا نفس، مش بيحبوا حتى نفسهم، لان الانسان لو عايش في سلام مع نفسه ما كانش يعمل كده في غيره. صحيح يا استاذه مارلينا، بحييكي على كل الكلام ده، وفي نفس الوقت احنا بنؤكد انه هذا الكلام غير صحيح بالمره. مفيش مسلمين مهمشين في اوروبا، والدليل على كده ان عمده لندن، يعني انت بتقول الكلام ده ولسه عمده لندن متعين مسلم باكستاني مسلم من اصل، يعني انا مش فاهمه. احنا ما عرفناش نعين مديره مدرسه في بني مزار في المنيا، ما عرفناش نعين مديره مدرسه مسيحيه عشان البنات اتظاهروا وقفوا ضد انها تتعين. فانت بتقول لي انهم مهمشين، مهمشين في امريكا؟ انا عايشه في امريكا، مفيش حاجه. انا ماليش ان انا اسال مين ده دينه ايه ولا، والبنات والستات في منقبات وفي محجبات وماشيين عادي جدا، والجوامع موجوده وكل حاجه متاحه، ومفيش اي حاجه من التهميش نهائي. ما سمعناش عن اي حاجه يعني ده كنايس امريكاني بيشتروها المسلمين وبيعملوها جوامع، وعادي جدا. ما هم مش يعني احنا نعرف نعمل ده في مصر؟ نعرف نشتري جامع ونعمله كنيسه؟ احنا مش عارفين نعمل كنيسه. ده احنا الكنيسه ليها تصريح اهي في المنيا، والناس بتموت من الحر ومن ضربه الشمس في الشوارع، في الشارع بيصلوا في العراء وفي الشمس وبيموتوا. ففين التهميش؟ ارجوكوا خليكوا بقى واقعيين، بلاش الزوجيه دي، انا تعبت بجد. اللي انتوا فيه ده مش هيتغير بقى؟ يعني حرام عليكم اللي بيحصل ده، حرام ان انا اسمع واحس. متخيلين احساسي ايه وانا بسمع ان المسلمين القريه وافقوا على الصلح؟ ما انا بقول للرئيس تاني، انت لو مكاني هتعمل ايه؟ لو بتسمع الكلام ده وانت انسان مسيحي هتعمل ايه؟ ولو انت مسلم ومقهور في حته ولقيت الكلام ده بيحصل وبتلاقي المسيحيين يعني في ايه؟ بس يعني انا مش عارفه اقول ايه، يعني بجد فعلا صدقوني اتضايقت. استاذ ابراهيم من فيرجينيا ايضا يعني معانا عايز يدي رايه، اتفضل استاذ ابراهيم. ايوه اختي تسمعني بالتليفون، معلش توطي التلفزيون. مع حضرتك اتفضل. طيب ماشي انا معاكي. ايوه يا استاذ ابراهيم اتفضل.
اخش للدكتوره منى موجوده؟ انت حضرتك على الهواء استاذ ابراهيم. سوري سوري. اهلا بيك. مساء الخير دكتوره منى. مساء النور. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا اختي، انا بعيد عن التلفزيون خالص. لا ولا يهمك، اهلا بيك اتفضل. الو اهلا بيك يا اختي، حضرتك الدكتوره منى مش كده؟ ايوه يا فندم حضرتك على الهواء. شكرا 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 اختي، انا خادم الرب معلش. بصي انا عايز احط نقطتين، انا عايز اولا من البرنامج بتاع حضرتك الجوهره ده نشكر ربنا من اجله. ربنا يخليك. احيي الانبا مكاريوس هذا. نعم. الرجل الاول في الكنيسه اللي يقف هذا الموقف العظيم. نعم. بيقول هذا الكلام يعني برغم كل اللي حصل ده، واحط جنبه يعني هو شوفي كلمه قالها، اخر كلمه قالها وحضرتك يمكن كتبتيها وانا شفت وانت بتكتبيها، ان الصمت نوع من انواع ال من انواع اللي بيسميها هو نوع من انواع التشريع. يس. نعم. نوع من انواع الصمت في حد ذاته نوع من انواع التشريع. اللي اتكلم قبليه دلوقتي وبيقول لحضرتك انه في الصلح هيجبر عليه، هيجبر الاقباط على الصلح. نعم. عايز احط الكلمتين دول كده قصاد بعض واشوف ايه اللي بيحصل حاليا، ولو في اي واحد مسؤول زي المحافظ او غيره، لو اخته او امه او مراته اتعمل فيها هذا اللي حصل ماذا سيفعل؟ يعني ولو كان بقى اتعامل من مسيحيين بقى، يعني ده انت ده انت كنت هتشوف تظاهرات في التظاهرات في الدنيا كلها، وهيروحوا على الكنائس يكسروها، ويعني ما اقولكش يعني بقى. مش عاوزين برضو نتكلم كتير، بس ايه الافعال بقى، ايه رد الفعل بالنسبه لنا كمسيحيين، ايه المطلوب؟ بس ده السؤال. عايز اسال سؤال من برضو من يعني يا ريت ابو سيدنا الانبا مكاريوس يعني يشارك معنا، ايه رد الفعل اللي احنا نقدر نعمله برغم ان احنا اقليه وهم اكثريه، برغم ان هو الشيخ الطيب عمال تفعيل القانون يا استاذ عز استاذ ابراهيم حضرتك، واحنا هنا القانون بيطبق على الكل ولا لا؟ قانون حضرتك القانون القانون وتفعيل انك انت مواطن مالكش دعوه دينك مالوش دعوه دينك ايه؟ على المانيا اقول لهم وبيكلمهم بيقولوا احنا يا اخوات، رغم ان هذا الكلام هو يعلم تماما ان هذا الكلام منسوخ وهو بيروح بيتكلم بيه. عباس شومان عارفين قال ايه؟ انا بشكرك استاذ ابراهيم. عباس شومان بكمل بس كلامك، يعني قال انه احداث العنف والفتنه التي وقعت في محافظه المنيا بعد قيام عدد من الشباب بتجريد سيده مسنه من ملابسها ليس لها علاقه بالدين، وهو خلاف بين اشقاء. اشقاء بيتخانقوا مع بعض، اخوات يعني، اخوات اتخانقوا مع بعض الخناقه بس يعني حميت شويه، فراحوا مقلعين الست هدومها، مجردينها من هدومها، ضربينها عادي خالص يا جماعه، اخواته بيتخانقوا واخواته هيتصالحوا، اخواته بيتخانقوا واخواته هيتصالحوا. طبعا في برضو يعني انا بحيي برضو مع الاستاذ ابراهيم دور يعني نيافه الانبا مكاريوس وارائه الثاقبه في هذا الموضوع. رفضت حضور اجتماع بيت العائله ولقاء المحافظ مع احترامي لهم، لاني ارفض اي تحرك قبل تفعيل القانون ومحاكمه الجناه، لا للاتفاقات العرفيه قبل المحاكمه للجناه، مستنكرا عدم محاسبه المسؤولين الذين لم يمنعوا الكارثه قبل وقوعها، ومستنكرا عدم الاعلان عن اسماء من قبض عليهم، متشككا ان يكون الامر مشاعا فيفرج عنهم، معيبا على من يضللون ويكذبون على الراي العام. اشكرك نيافه الانبا مكاريوس. استاذ هاني من نيويورك اهلا بحضرتك معانا. استاذ هاني اهلا بيك. واضح مشاهدينا ان انتوا عايزين تعلقوا وعايزين يعني نفتح ليكم مجال، فانا بعتذر مشاهدين ومنتظرين اخبار اخرى، ممكن يعني الاخبار موجوده ما بتخلصش، ممكن اقول لكم في اخر الحلقه كده شويه اخبار، لكن انا برحب بحضراتكم يعني لارائكم لان انا عارفه الوجع جامد قوي. اهلا بيك. ايوه استاذه منى انا بشكرك ان انت سمحت بالمداخله، انا هقول يعني في دقيقتين استطلاع. نعم. احنا كمسيحيين في مصر عايشين من 5 سنين منذ احداث يناير في مهزله مكرره بنفس السيناريو بنفس الابطال يعني بنفس الممثلين. نعم. ونفس المخرج هي مهما اتغيرت بقى الادوار، المهم من دلوقتي المسلسل اللي شغال من 5 سنين ابطاله السلفيين والارهابيين مسلسل رعب والمحافظ. نعم. تفتكر حضرتك بدايه من الحادثه بتاع الراجل بتاع انا طلع نفس بدايه المسلسل بيبقى كالاتي، احنا زمان على فكره واحنا صغيرين كان بيجي يحكوا لنا حدوته قبل النوم، كان يقولوا لنا فاكر الحدوته حلوه ولا ملتوته؟ ايوه حلوه لما يكون الواحد بقى متشغف يعرف ايه اللي حصل، فيقول حلوه لو كانت جديده، ملتوته يعني متعاده ومتكرره وبايخه. صحيح. احنا في الحدوته الملتوته دي لنا 5 سنين. نفس الحدوته اشاعه تطلع، ومعنى كلمه اشاعه يعني حاجه غير صادقه كذوبه تطلع بين علاقه بين مسلم وواحد مسيحي وواحده مسلمه، بعدين تقوم الدنيا ويعملوا اللي هم عايزينه من اشياء قذره
ابسطها اللي حصل. انت في حاجات ما بتوصلش كمان الاعلام، الناس بتخاف من العار ومن الفضيحه. وبعدين يطلع بقى اللي في ساعتها في حموتها كده شويه المسؤولين بتصريحات ناريه، زي حضرتك عارفه ان يكون في مسلسل شغال ويجيبوا أيوة أيوة يعني اعلانات مثيره أيوة. يطلع بتصريحات ناريه يقولوا ده احنا هنقطع عقاب الجناه والمذنب هياخد مش عارف ايه، ويبتدي بعد كده تنزل النبره دي تاني ويطلع بقى اللي يكذب واللي يضلل زي ما بيحصل، وبعد كده جلسه عرفيه ويموت الموضوع. هنفضل في المسلسل ده على طول. انا متهيألي انا بحب السيسي وبحب عصره ومش زعلان، لكن حزين ان 30 سنه ايام مبارك 30 سنه لو عديت الحوادث القذره دي هتلاقي اقل بكتير من سنتين في عصر السيسي. بس حضرتك قلت المفيد، بشكرك استاذ هاني، واعتقد ان احنا نحصرها مع بعض ان شاء الله. اوعدك ان احنا هنحصر هذه الاحداث، وعشان بس ونقارن علشان يبقى معانا كل شيء. بشكرك استاذ هاني. معانا انا مداخله ثانيه، استاذ ابراهيم من نيويورك. استاذ ابراهيم من كاليفورنيا. ايوه مساء الخير يا استاذ منى. مساء النور، اهلا بيك استاذ ابراهيم. معلش احنا المآسي والآلام كتير على كل شكل ولون. ايوه انا بستأذن حضرتك بس بناشد الدكتور ايهاب رمزي لو سمحت حضرتك. القصه باختصار خالص، واحد راح يركب بس الاتوبيس عشان يروح الكليه بتاعته، راجل مهندس لا ليه في الطور ولا في الطحين، حابسينه لحد النهارده. لحد النهارده استنى استاذ ابراهيم مجلس. انت بتتكلم دلوقتي على مش على الموضوع التعريه، انت بتتكلم على شخص. لا معلش انا مآسي اشكال والوان. تمام. انا بناشده بس ان دي قضيه حرام، اسره بتتدمر. مين قول لي اسم الشخص. اسمه مينا صافي بطرس سمعان، ورقم القضيه 3528 جنايات السيده المقيده ب 2111 كل جنوب القاهره. يعني حرام أسرة تتدمر عشان واحد راح يركب الأتوبيس يمسكوه ويتحبس. هم متهمينه، مينا سمعان متهمينه في الحرق بتاع اللي هو محافظة القاهرة. راجل واخد كشاكيل وراح الكلية اتمسك. ليه 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 اتمسك في الموضوع ده بالتحديد؟ ما هو بيمسكه عمال على بطال يا أستاذ منى. يعني أصلا كان قبل كده قالوا لي إن هو مهندس هناك. لا هو طالب مفيش ملوش علاقة خالص بالمحافظة. يعني هو ملوش علاقة خالص بالمحافظة ولا اللي بتحرق اللي فيها؟ ما يعرفش حاجة خالص اطلاقا. طب هو مش معاه محامي دلوقتي؟ معاه محامي بس احنا بنفضل الدكتور ايهاب لان راجل. طب انا هوصل للدكتور ايهاب. حضرتك سيب تليفونك يا استاذ ابراهيم وانا هوصل حضرتك بالدكتور ايهاب ان شاء الله. الله يخليك واكون شاكر. بشكرك استاذ ابراهيم. واشكرك خالص متشكر حضرتك. كده انا فهمت، لان كانت الرسالة وصلتني ان هو كان اتهام مهندس كان موجود في المحافظة، فادي برضو اهو. يعني عارفين زي المنظر اللي كان، يعني الراجل اللي واقف جنب عربيه الشرطه وراحوا ماسكينه في الموضوع بتاع احداث 25 ابريل. فاحنا هنا ده راكب اتوبيس ولا يعني رايح كليه ماسكينه. فالحقيقه يعني المشكله دي مشكله صعبه جدا. طيب انا يعني اعتقد مشاهدينا الرساله وصلت، وارائكم كلها تقريبا يعني اللي انا حاسه بيه، الحرقه والمراره والوجع، وانه ايه ده ايه اللي احنا فيه ده، وامتى هينتهي وهينتهي ازاي، ومحتاجين يعني انه يكون في يعني ايد ربنا يعني في هذا الامر. طب احنا معانا مكالمات لسه. طب معلش لا ناخدهم، معلش ناخد المكالمات معانا. في كمان جالي على الفيسبوك سؤال برضو من مشاهد. انا بحب قوي تفاعلكم معانا بجد، بشكركم يعني لتقديركم للبرنامج والتفاعل معانا. لو سمحتي، هل لو كانت المراه اللي تعرضت مسلمه وكان الفعل مسيحيون هل ستكون هناك جلسه صلح ام سيتم تفعيل القانون؟ لا انا قلت اكتر من جلسه صلح. جلسه صلح مين حضرتك يعني استاذ ميلاد؟ لا ده كانت هتبقى الدنيا كلها. عارف المسلمين في العالم كله كانوا هينظموا مظاهرات ووقافات ومش عارف ايه بقى، وتلاقي حرق كنايس واعتد. يعني ما كانتش هتعدي. تعدي ازاي؟ انت بتتكلم ازاي؟ وهو احنا برضو خلينا نقول النهارده، ما احنا بنقول، انا قلتها وبقولها تاني اللي ما سمعهاش الحلقه اللي فاتت، يا جماعه لما بيكون في علاقه، لما بتكون في سيده مسيحيه وبنقول انها اختفت، وبنقول ان هي بعد كده بيقولوا دي هي اعلنت اشهرت اسلامها واتجوزت فلان، ما هي كانت على ذمه الاخ المسيحي الشخص المسيحي. هو ليه العلاقه لما بتكون هي لما بتبقى على ذمه زوجه لانسان مسيحي وتاخد القرار؟ خليني اقول هي خدت القرار، ما لفش على دماغها ولا اي حاجه، خليني اقول خدت القرار وراحت اتجوزت هذا الانسان.
هي قبل ما تتجوزه والعلاقه اللي هي قبل ما توصل ان هي تشهر اسلامها وتتجوزه، هي دي كانت علاقه ايه؟ كانت علاقه حلوه، علاقه جميله، علاقه عاديه، ولا علاقه غلط؟ لا بس ما فيش مشكله، اصل هي مسيحيه عايزه تدخل الاسلام عن طريق الحب هذا الزوج وحب هذا الرجل فاختارت الاسلام. يا جماعه يعني طب ازاي لما تبقى فتاه قاصر؟ على فكره بيقال ان مريم رجعت، على فكره مريم الفتاه، مريم اللي هي فتاة النصرية، قرية النصرية يعني، نشكر ربنا بس مفيش تفاصيل كتير، بس هي رجعت يعني الحمد لله، موجودة في مكان ما دلوقتي. لكن برضو هل سيتم عقاب هذا الشخص اللي وهي قاصر خطفها؟ لأنها قاصر ما ينفعش يتقال انها تروح بمزاجها، بالرغم من كده تلاقي اصوات بتقول يا جماعه هي 15 16 سنه دي صغيره، ما هي كبيره تعرف تقرر مصيرها، وايه المشكله ان يكون في علاقه ما بين بنت مسيحيه وشخص مسلم؟ يعني ايه مشكلتكم يعني؟ لكن لما يبقى في علاقه اشاعه، انا بقى انا مش هقول علاقه، هقول اشاعه ان في علاقه ما بين مسيحي ومسلمه، دي رد الفعل اللي احنا شفناه، الحرق وتجريد سيدة من ملابسها. طيب معانا أمل من تينيسي، أستأذنكم بس لأن أربع مكالمات فكل واحد دقيقة من فضلكم بسرعة. أستاذة أمل أهلا بيكي. أستاذة أمل أيوة أهلا بيكي، اتفضلي. مساء النور، ازيك يا دكتورة منى؟ أهلا بحضرتك. أنا بس بعيد عن مسيح ومسلم، أنا كست أنا لما شفت الفيديو بتاع الست دي وهي في الذعر والرعب اللي كان موجود أنا اتوجعت، أنا يعني تهيألي إن أنا اللي بيحصل ده فيا. أنا بقول لكل راجل والست، كل راجل في مصر لو مراتك ولا أختك ولا بنتك حصل لها ده هتعمل إيه؟ وبقول للريس لو حد من أسرتك، الرئيس السيسي بقول له لو حد من أسرتك، لو واحدة ست من أسرتك حصل لها ده شعورك هيبقى ايه؟ انا موجوعه قوي على كل ستات مصر، اللي بيحصل ده حرام، اللي بيحصل ده حرام. هما بيقولوا الارض عرض، دلوقتي العرض ضاع، عرض الستات في مصر ضاع، حرام عليهم اللي بيعملوا ده. ربنا مش هيسكت ومش هيرضى بكل ده. انا حاسه بيكي استاذ عمرو، شعوري مرعب مرعب ان رجاله زي الوحوش الكاسه عمالين يقطعوا وينهشوا فيها من كل ناحيه، حرام. بشكرك، ربنا ربنا يعني ربنا. انا عايزه يعني مكالمتك يا استاذه امل يا رب توصل للرئيس، ربنا يجبر الكاس جواها ويرفعها ما فيش حد يقدر يصلح اللي حصل لها ده غير يسوع. امين بشكرك. امين بشكرك بشكرك استاذه امل. معانا دكتور سلامه من تينيسي ايضا. دكتور سلامه اهلا بيك. دكتور سلامه بشكرك بشكرك استاذه امل. معانا اسمعنا من التليفون معلش. أيوة دكتورة، أهلا نشكر البرنامج أولا والأحداث المؤسفة المستمرة في المنيا. أنا لست أطالب فقط بعزل المحافظ ومدير الأمن ومساعد مدير الأمن والمباحث والنبطشية اللي كانوا موجودين، بل بمجازاتهم ووضعهم في السجون أيضا، لأن أنا لو أي طبيب راح له مريض أثناء النبطشية بتاعته وما أداش عمله فهذا قصور في هذا العمل ويجب أن يحاكم، مش ليس فقط العزل كفاية إناف، يجب محاسبة هؤلاء الناس. والساعتين اللي ادوهم فرصة أنهم يستجيبوا بعد ساعتين الشرطة علشان يخلوا هؤلاء الغوغاء البربرة أنهم يؤدوا عملهم ويدمروا. لا لا يعني ما تحركتش الشرطة بعد بلاغ السيدة انه يوم الخميس راحت لهم ويوم الجمعة الصبح راحت لهم، ما تحركوش، ده معناه ايه؟ ده سؤال لازم يفضل مطروح، ليه ما تحركتوش على القرية؟ وما تحركوش ليه لما اتعملت كمان؟ اتحركوا بعد ساعتين، سابوا الدنيا تولع وسابوا الدنيا كده. وده الاستمرار، ده استمرار علشان يؤدوا عملهم. والدليل على ذلك ان المحافظ والجهات المعنية والأمنية انهم مشاركين في هذا العمل. صحيح. ويجب ان يحاكموا. انما صحيح. انا بشكرك دكتور سلامة، وللأسف الشديد يعني هو ده اللي احنا يعني مش عارفة اقول ايه، يعني مش عارفة اقول ايه بجد فعلا، لانه
أنا بس معترضة على قصة إغلاقوا الطريق على من يستغل حادث المنيا لإشعال الفتنة. ده قرار، ده كلام قداسة البابا توادروس، لأنه هنا الموضوع إنه مش إشعال فتنة، ده اعتداء طائفي زي ما قال الأستاذ رامي جلال عامر. أيضا بيت العائلة لما بيقول جريمة نقراء، عفوا، بيان الأزهر يحذر من محاولات استغلاله لإشعال فتنة طائفية. أرجوكوا الحوار ده حوار مش هيحل حاجة، ان احنا مش عايزين حد يستغل الاشعار الفتنه. هاتوا حقوق الناس دي، اصدروا قوانين صارمه، تطبيق القانون يكون بشكل حازم، اقبضوا على الناس دي، ما تسيبوش اهل القريه في رعب، ما تسيبوش اهل كل قريه بيحصل فيها المشاكل دي في رعب. احنا على فكره ايام بسيطه وهنلاقي برضو الذكرى الثانويه الاولى برضو على موضوع تهجير قريه درويش واللي حصل في بني سويف نتيجه برضو لكلام كان على الفيسبوك. للاسف الشديد اللي احنا بنشوفه من اشاعات بتؤدي لهذا الاعتداء، بتؤدي للتهجير، بتؤدي لكل هذه ممارسات، كل انواع القهر على المسيحيين عايزينها تقف. أشكركم مشاهدينا، نصلي من أجل الأحداث اللي بتحصل، ونصلي من أجل ربنا يدي حكمة للرئيس السيسي علشان يطبق القانون، علشان يبقى فيه مصر دولة قانون، مصر جديدة، مصر اللي هي المفروض إن هي هتبقى قد الدنيا مش بس أم الدنيا. إلى اللقاء.